بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقه جديده من الابطال. زي ما تعودنا كل يوم حد واربع بنكون مع بعض من 8 ل 9 ونص عشان نتناول اهم الاخبار اللي حصلت على الساحه الرياضيه في الالعاب الاخرى داخل جدران النادي الاهلي محليا وايضا عالميا. النص الاول من حلقتنا يبقى معنا مجموعه من الاخبار الحقيقه، وعندنا النهارده مجموعه كبيره من الاخبار اللي تهم جمهور النادي الاهلي وايضا جماهير الرياضه المصريه. في الفقره الثانيه هيكون يعني ليها علاقه بالريشه الطايره. حضراتكم عارفين ان من الاتحادات اللي شغاله بشكل جيد والمنتخبات اللي شغاله بشكل جيد الريشه الطايره، واشتركوا في يعني احداث كثيره الفتره اللي فاتت وغطيناها هنا، كنا بنجيب اخبارهم بانتظام في برنامج الابطال. فالحقيقه انتهزنا الفرصه ان المنتخب متواجد بجهازه الفني هنا، وهنعمل النهارده لقاء معاهم عشان نتكلم عن طموحاتهم واحلامهم، نتكلم عن المجهود اللي بيبذل في الريشه الطائره. الحقيقه من الالعاب اللي ظهرت على الساحه بشكل كبير بسواعد ابنائها. الحقيقه هيكون معانا كابتن محمود عزت المدير الفني وكابتن احمد ايضا كابتن المنتخب، هيكونوا معانا عشان نتكلم معاهم عن كل شيء، نتكلم معاهم حتى عن الفتره الجايه، هنتكلم عن رود او الطريق الى باريس 2024، هنتكلم عن كل يعني ما يخص هذه اللعبه، واللي مهتم كمان باللعبه دي هيعرف خلال اللقاء ممكن يمارسها فين. لعبه الحقيقه بدات تجتذب عدد كبير جدا من الشباب او البراعم. نفس الحال مثلا لعبه زي البادل برضو بدات نفس الكلام تجتذب. العاب المضرب بيبقى ليها يعني بيبقى ليها جاذبيه كده للاشبال او البراعم، بتخليهم يبقوا عايزين يلعبوا. النهارده هنتكلم عن كل حاجه عن ريشه الطائره في النصف الثاني من حلقتنا. ولكن في الحقيقه هبتدي حلقتي بموقف الحقيقه احنا بنشيد بيه جدا. يعني انتوا تابعتوا على شاشه قناه النادي الاهلي اول امبارح. معلش انا يعني استاذن حضراتكم ركزوا معايا، احنا اول امبارح كان مباراه الاهلي والزمالك في الكره الطائره سيدات والتي اقيمت على الصاله رقم 2 في استاد القاهره، واللي انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 3-1. كانت حكم المباراه الحكم الاول كابتن اماني محمد راشد، على فكره من احسن الحكام المصريين بامانه، يعني خلينا نتكلم وندي لكل حد حقه. فجت في النقطه يمكن كانت 25-24 على ما اتذكر، لا 25-24 على ما اتذكر، وكان في نقطه واضحه كان جيم بول، يعني خلاص لو كسبناه ناخد الماتش كله الجيم ده وناخد الماتش كله، كانت النتيجه 2-1 ساعتها في الاشواط. ولم توفق كابتن اماني في قرار اخذته، والحقيقه احنا كنا كلنا شايفين هذا القرار، وكنا في الاستوديو وقلنا ان الكره جوه، هي قالت انها بره، حتى الحكم الثاني راح قال لها الكره كانت جوه وهي قالت لا الحكم بره، في اعتراض لكابتن حمدي الصافي اديته انذار. يعني اللعبه دي ترتبت بعد كده ان نادي الزمالك تعادل وطلع على النادي الاهلي 26-25 وكان اقرب للفوز لولا ان البنات جمعوا نفسهم، كابتن حمدي الصافي طلب تايم اوت، رجعوا تاني للمباراه خدوا نقطتين ورا بعض فازوا بالمباراه. يعني قصدي اقول ان كره زي دي كانت ممكن تخسرك مش الجيم، كان هيبقى 2-2، كانت ممكن تخسرك المباراه، كنت ممكن تخش جيم خامس ومحدش يعرف ايه اللي كان. كابتن اماني عملت حاجه في منتهى الجمال بامانه، حاجه من شيم العظام زي ما بيقول، او شيم الناس اللي فعلا عندهم مبادئ. انا بقول يعني دايما احنا هاجمنا الكوره وقلنا عدم توفيق كبير من الحكام، ولكن لما يصدر من كابتن اماني بعد المباراه اعتذار، نزلت اعتذار على صفحتها على السوشيال ميديا الحقيقه عن هذه الكوره، خلينا نشوف كابتن اماني قالت ايه. وهسيب لكم الحكم، اشكركم. دي التويتر بتاع كابتن اماني، قالت في البدايه هذا لاننا بشر لسنا مثاليين واحيانا نخطئ، فاذا ادركنا اننا ارتكبنا خطا من غير قصد او تعمد فيجب الاعتذار. ثقافة الاعتذار ليست دليل فشل فعلا، وإنما هو اعتراف بالخطأ ليس إلا. اعتذر لاتخاذي قرار خاطئ في نهاية المباراة قطبي الكرة الطائرة النسائية بين ناديي الأهلي والزمالك، ولكن كان عن دون قصد أو تعمد، وإحنا الحقيقة مصدقينك يا كابتن أمان، وليس له أي انتماء أو اعتبارات أخرى، واعتقادي وقتها أنه قرار صحيح وليس خطأ، فما هو إلا سوء تقدير في اتخاذ القرار الصحيح. مبروك النادي الأهلي الفوز المستحق، حظ أوفر للنادي الزمالك الذي قدم مباراة تليق به في ظل الإصابات، وبالتوفيق للجميع، المكسب الأكبر لمنتخب مصر لكرة الطائرة إن شاء الله. ده الكلام اللي قالته كابتن أماني محمد راشد الحكم الدولي الكبير. طيب أنا بس عايز أقول حاجة، إحنا يعني 100% متأكدين ده كان عن غير قصد، حتى لو كابتن أماني كانت ما كتبتش كده، ولكن احنا هنا بنحيي الحقيقه كابتن اماني،
وان احنا لما قلنا ان الكره دي كانت جوه مش من باب ان احنا بننتقد عشان انتقاد ان النادي الاهلي دايما يعني شايفينه او عايزينه يكسب او لا، احنا كنا شايفين كتكنيكال وضيوفي كابتن نادي ايمن وكابتن منى عدلي كانوا شايفين ان الكوره مش كره جوه، وفي صور اتحطت كابتن احمد صلاح اتكلم عنها وكباتن مصر قالوا انها جوه، ده بالاضافه اصلا انها تاتش من ملكه اللعيبه المحترفه في صفوف نادي الزمالك. ولكن على كل حال احنا اتكلمنا على الكره دي وقلنا ان الكره دي كانت ممكن بناء عليها النادي الاهلي يخسر الجيم او يخسر الماتش كله، ولكن اللي عملته كابتن اماني ده يستحق الثناء، ويا ريت يعني يا ريت كل حكام مصر في كل الالعاب، ما بقولش ينزلوا اعتذارات لان كده الدنيا هتفتح الآن، بس على الاقل يحاسبوا انفسهم قبل ان يحاسبوا. انا ما بقولش حاجه يعني انا احنا بنحيي حاجه زي كده، وحتى والله يا جماعه شوف انا اقول لكم حاجه، حتى لو النادي الاهلي كان خسر هذه المباراه وده وارد مكسب وخساره وكانت نزلت هذا الاعتذار كان هيبقى واقع عليا انا مش هتكلم بالنيابه على حد، بس انا بتكلم على هيثم اللي هو يعتبر مشجع من مشجعي النادي الاهلي درجه ثالثه، لو احنا كنا خسرنا هذه المباراه وهي قالت يا جماعه انا لم اوفق في اتخاذ هذا القرار، انا بالنسبه لي نفس الواقع كان هيبقى عليا لو كنا كسبنا زي دلوقتي واحنا كسبانين المباراه، لان كل الناس اشادت بادائها واحنا اشدنا باداء الحكمه والحكم الاول والثاني واللاين وحكام الخطوط كل اللي في استوديو وكلنا اشدنا بادائه، فاحنا مش هنمسك الناس الغلطه على الواحده، ولكن نفس واقعها لو كنا كسبنا بالاعتذار او لو كنا خسرنا والاعتذار، ولكن ده لو دل فبيدل ان احنا قدام شخصيه تستحق الثناء. كابتن اماني بنشكرك وبنتمنى لك التوفيق، كلامك في محله وتمنياتك لمنتخب مصر هي تمنياتنا ان منتخب مصر يكون هو المستفيد الاكبر بالروح والمستوى الكبير، واحنا في الاستوديو هنا قلنا النادي الزمالك قدم مباراه جيده بالمناسبه على فكره، قلنا نفس الكلام اللي كابتن اماني قالته، ولكن النادي الاهلي استحق الفوز يعني قلنا نفس الكلام اللي هي قالته، فاحنا بنحيي الحقيقه كابتن اماني، وانا حبيت استهل الحلقه بالتويته دي او بالبوست ده من كابتن اماني عشان القدوه لازم تتحط في برواز. وعلى فكره كابتن اماني انا اسمع ان هي صيدلانيه وان هي يعني على قدر كبير من الثقافه والعلم، فمعنى كده ان ده يعني دي شيئا من العظماء، والاعتذار ابدا لازم يكون عندنا ثقافه الاعتذار، ويا رب حكامنا كلها مش عيب تتعلم، مش احنا بنقول يعني انتوا غلط فتعلموا، لا بنقول لما يبقى في حاجه حلوه نتعلم، انا لما بشوف حاجه كويسه من حد اصغر مني او حد انا مش في مجالي بتعلم منه مش عيب. كابتن اماني ضربت مثال للحكام، حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. هنروح لاخبارنا، نبتدي بكره اليد، كره اليد بقياده مستر ديفيد ديفيز الحمد لله ماشيين بشكل جيد، كان عندنا مباراه مهمه جدا مع نادي طلائع الجيش المحترم وانتهى بفوز النادي الاهلي بنتيجه 29-28. الشوط الاول كان خلص فرق 4 اهداف 15-11، بعد كده نادي طلائع الجيش قلل الفارق لهدف واحد، وطبعا ده في الجوله السابعه من دوري المحترفين في الموسم في الدور الثاني، جوله سبعه في الدور الثاني. الماتش كان اتلعب اول امبارح على صاله الامير عبد الله الفيصل باهلي الجزيره، وفرقتنا باذن الله هتلعب الماتش اللي جاي مع البنك الاهلي وده هيكون يوم الخميس اللي جاي باذن الله. الفرقه ماشيه كويس بس الدوري صعب. انا بقول لكم سموحه عامله فرقه كويسه جدا، عندك طلائع الجيش فرقه هايله، البنك الاهلي فرقه كويسه جدا، الزمالك المنافس التقليدي. يعني الحقيقه عاملين شغل كويس قوي. ومن ضمن الاخبار برضو اللي سمعتها انه هيبقى تقريبا 5 أو 6 مايو هيبقى السوبر كاس السوبر الافريقي. فده هيجي لكم بالتفصيل في الخبر اللي بعد كده. يعني انا الشيء بالشيء يذكر بس انا اقول لكم بالتفصيل في الخبر القادم. شباب يد الاهلي كان عندهم مباراه مهمه برضو مع نادي الزمالك. في دوري مرتبط المحترفين، هم مرتبطين لسه مع الفريق الاول ودول مواليد 2002 بقياده المدير الفني القدير نجم مصر والنادي الاهلي السابق كابتن اشرف عوض، حقق الفوز طبعا بنتيجه 28-24، ودي الماتش كان اتلعب على صاله نادي طلائع الجيش وسيطر وفرقتنا سيطرت في البدايه من البدايه للنهايه. وعايز اقول حاجه كمان ان ده اخر مباراه للجيل ده خلاص قصاد بعض، يعني مواليد 2002 اللي عندهم 21 سنه دلوقتي، ده طبعا فرحه اللاعبين بعد انتهاء المباراه والسجود لله سبحانه وتعالى. واللي عايز اقوله انه المباراة دي آخر مباراة للجيل ده، الجيل ده أهلي وزمالك مش هيلعبوا قصاد بعض تاني، قد يلعب يعني الفرقة دي اللعيبة دي تلعب تاني، قد تلعب قصاد بعض تاني بس على مستوى الفريق الكبير.
ولكن خلاص دي اخر مباراه اهلي وزمالك في جيل 2002 اللي كان بقياده الكابتن اشرف عواضي. السنه الجايه بقى هيبقى 2003 هم اللي هيبقى عليهم الدور عشان يلعبوا هذا السن يعني او المرحله السنيه. طيب هنروح لكره اليد سيدات. خماسي سيدات اليد كان في 5 لاعبات انضموا مع منتخب مصر، لعبوا ماتشين مع انجولا، كانوا بيتلعبوا هنا في مصر واحنا مضينا بروتوكول مع انجولا عشان نروح نلعب ماتشين هنا ونلعب ماتشين في انجولا. منتخبنا كان خسر في الماتش الودي الاول قدام انجولا بصعوبه 23-22، وخسر تاني امبارح بس الحقيقه كانت بنتيجه اكبر شويه 34-25. الماتش كان اتلعب على صاله نادي سيتي كلوب بشبينكو. اللي عايز اقوله انه ما تبصش للسكور الكبير، المشوار الالف ميل بيبتدي بخطوه واحده. الفريق ده بقى له 11 سنه ما شاركش افريقيا والاتحاد بيعده، انجولا ما فيش بطوله بتفوتها. طب مين الخماسي اللي كانوا في الفريق ورجعوا للنادي الاهلي؟ امينه عاطف، ليلى هيثم، رنا راضي، امينه هشام، اسراء الحرير. اللعيبه هيتدربوا بكره وبعده عشان نجهز لماتش المعادي اللي هيكون يوم الاربعاء اللي جاي باذن الله الساعه 9. فرقتنا فرقه النادي الاهلي لليد سيدات بتصدر ترتيب الجدول برصيد 23 نقطه. طيب ايه النتائج؟ طيران فزنا عليه رايح جاي، ده الدور الثاني بقى. المعادي، الزمالك، الشمس، سبورتنج، جزيره، والتعادل مع سموحه. المعادي ماتش العوده اللي جاي اللي هيتلعب ان شاء الله يوم الاربعاء اللي جاي. خلاص بتهيألي انا اتصور انه هيلعبوا فتره وبعد كده هيروحوا يردوا الانجولا الزياره في انجولا. وده الحقيقه ده الشغل، بروتوكول تيجي تلعبنا اروح العبك. اكيد البروتوكولات دي بتبقى عباره عن ايه؟ انا بدعو منتخب يجي يقعد عندي وبتكفل باقامته والمعيشه بتاعته وكل حاجه، وهو بيتكفل بس تذاكر الطيران. ونفس الكلام ده في العادي ايام ما كنا بنلعب، قد يكون الوضع اتغير دلوقتي ولكن انا بقول البروتوكولات بتبقى كده. لما بتروح انت انجولا بيحصل نفس الكلام، الاقامه كل شيء، انت بتتكفل تذاكر الطيران، فبيبقى معسكر الحقيقه تكلفته مش عاليه. انت بتدفع هنا الاقامه بالعمله المحليه للفريق ده، وانت بتروح هناك ما بتدفعش، فبيبقى تكاليفه اقل شيء تذاكر الطيران، وبتدفعها ايضا هنا بالعمله المحليه. فانت عندك ما عندكش مشكله، ما عندكش ضغط على ميزانيه الاتحاد من العمله الصعبه عشان المعسكرات الخارجيه للمنتخبات والكلام ده كله وبتاع. لا، انت عندك المعسكرات بتبقى يعني انت عملت معسكر خارجي وما دفعتش يعني. فهي دي البروتوكولات اللي بتتعمل وبتبقى ناجحه جدا. والحقيقه اتحاد كره اليد من الاتحادات اللي ناجحه جدا في السيستم ده والنظام ده. نتمنى منتخب السله طلع كاس عالم، الف مليون مبروك، دي حاجه تسعدنا. لازم نروح يبقى ادائنا كويس، وهتكلم عن ده لما نيجي في اخبار السله باذن الله. طيب عايز اقول لحضراتكم الخبر ده بقى تفاصيل للجنه العليا المنظمه لبطوله افريقيا لكره اليد والسوبر. خلي بالك بطوله افريقيا هتتلعب ابطال الكؤوس في صاله النادي الاهلي، وهيتلعب برضو الابطال او السوبر الافريقي، هيبقى 3 مباريات، 4 فرق، 3 مباريات هتلعبوا قبل ابطال الكؤوس. طيب هديكوا تفاصيل بقى، تفاصيل حاجه حاجه عن البطوله. اللجنه العليا المنظمه لبطولتي السوبر الافريقي رجال وسيدات وبطوله افريقيا لكره اليد للانديه ابطال الكؤوس رجال وسيدات اجتمعت النهارده، واللي المفروض هيتلعبوا في ضيافه النادي الاهلي برئاسه الاستاذ محمد الغزاوي، طبعا حضراتكم شايفينه في الصوره، عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس اللجنه، في حضور الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي ورؤساء اللجان الفرعيه للبدء في وضع الترتيبات الخاصه باستضافه البطولتين وخروجهما بالشكل الذي يليق بالنادي الاهلي ومكانته الافريقيه. خلال الاجتماع ناقشت اللجنه العديد من الملفات بعدما حدد الاتحاد الافريقي موعد وصول الفرق المشاركه في بطوله السوبر الى القاهره يوم 5 مايو زي ما قلت لحضراتكم، على ان تقام البطوله يومي 6 و7 من نفس الشهر، وتكون مغادره الفرق يوم 8 مايو. ده انا بتكلم هنا على ايه؟ على السوبر الافريقي، مش بطوله ابطال الكؤوس. يبقى هتتعمل مباراتين فقط. التعديل هنا بقى اللي انا قلته في الاول ان هتبقى مباراتين، مباراه يوم 6 ومباراه يوم 7، الفرق توصل يوم 5. طيب التفاصيل بعد كده ايه؟ وحدد الاتحاد الافريقي ايضا موعد وصول الفرق المشاركه في بطوله كاس الكؤوس بدايه من 7 مايو، هيبقى السوبر شغال وهيبقى الفرق اللي جايه الكؤوس مش هتلعب السوبر، تبتدي توصل يوم 7 مايو. على ان يكون افتتاح البطوله يوم 9 مايو بالتواريخ اهو، وتقام المباراه النهائيه يوم 18 مايو، وتكون مغادره الفرق اليوم التالي ابتداء من اليوم التالي يوم 19 مايو. واكد الاستاذ محمد الغزاوي ان هناك اجتماعات تتم بصفه دوريه للجنه العليا، وده طبعا متوقع من النادي الاهلي، من اجل مناقشه كافه الامور التنظيميه المتعلقه بالبطولتين والترتيب لاستقبال الوفود المشاركه وما يتعلق بشؤون الإقامات والانتقالات وبرامج التدريبات والتواصل مع كافة الجهات المعنية
من اجل توفير الراحه لكافه الفرق المشاركه ويكون التنظيم على درجه عاليه كما هو العاده في البطولات السابقه اللي نظمها النادي الاهلي. واشار الاستاذ الغزاوي الى انه تمت مناقشه العديد من الافكار الجديده التي سوف تسهم بشكل كبير في نجاح البطولتين والتي من المتوقع لهما ان يشهدا منافسه قويه. كل ده انا واثق فيه ثقه عمياء ان التنظيم هيبقى اكثر من رائع. كل تمنياتنا وقلوبنا ان احنا ناخد البطولتين. هو ده بقى اللي يسعدني وهفضل قلقان لغايه ما باذن الله ناخد البطولتين. عندنا بطوله السوبر الافريقي وبطوله ابطال الكؤوس. السوبر الافريقي يحجز لنا مكان زي ما حضراتكم عارفين في بطوله العالم. غالبا هتعمل في السعوديه تاني السنه دي، لو انا غلطان صححوا لي، هو هتعمل في السعوديه. المملكه العربيه السعوديه. طيب بالنسبه لابطال الكؤوس، ابطال الكؤوس لو انت بفوزك فيها بنسبه كبيره بتحجز ايضا مكان في السوبر القادم للسنه الجايه. فاذا البطولتين مهمين جدا للنادي الاهلي، هو ده انا التنظيم ما عنديش شك 1% ان الفرق اول ما هتعرف او هي اول ما عرفت خلاص، لانه تم الاعلان على الكلام ده من شهرين ثلاثه. مش التفاصيل، اعلان عن استضافه النادي الاهلي. اول ما هيعرفوا ان النادي الاهلي هو اللي بينظم البطوله انا بتوقع ان المشاركه هتبقى كبيره جدا. يبقى ان شاء الله توفيق الله سبحانه وتعالى للجهاز الفني بقياده مستر ديفيد ديفيز واللاعبين ان احنا نحصد البطولتين لان مهمين جدا جدا عشان نرفع القبنة الافريقيه اكتر واكتر. طيب هنروح لسوبر سيدات الكره الطائره، سوبر سيدات السله. السله برضو الدوري هناك اسمه دوري السوبر زي كره اليد. طيب خلينا، لا قبل ما اروح للسيدات انا اسف هنروح للرجال، معلش خلينا نتكلم على الرجال الاول بعد اذنكم عشان ناخدها بالترتيب زي ما احنا ماشيين. بكره عندنا مباراه مهمه جدا، استئناف السوبر لكره السله. الدوري كان اتوقف عشان الويندو الاخيره لكاس العالم، وكنا احنا اول الناس توقعنا صعود مصر لكاس العالم بان احنا نكسب مباراه واحده، والحمد لله ده تحقق والف مليون مبروك. الفرقه بقياده المستر اجوستي بوش اتجمعوا خلاص، ونادي الزمالك ايضا اتجمعوا. بكره مباراه عوده الدوري مره اخرى السوبر مع نادي الزمالك في المباراه الثالثه في الدور الثاني، يعني لعبنا الذهاب لسه دي العوده. الاهلي بيتصدر الترتيب العام برصيد 22 نقطه من الفوز في كل الجولات، حتى الاتحاد السكندري لما جه ملعبنا فزنا عليه وكسبنا الزمالك هناك، والزمالك يجي في المركز الثالث ومعاه 19 نقطه في الفوز في 8 ماتشات والخساره في 3. الفرقتين لعبوا بعض الموسم ده 3 ماتشات الاهلي كسبهم. لعيبه الاهلي اللي شاركوا بشكل كبير وكان ليهم دور مؤثر في صعود منتخبنا لكاس العالم واللي هيتلعب الصيف الجاي في اليابان والفلبين واندونيسيا في شهر 8 ان شاء الله. ومصر كانت غايبه بقى لها 9 سنوات عن هذا او هذه البطوله. الاربع لعيبه اللي شاركوا مع منتخب مصر سيف سمير، عمرو الجندي، عمر طارق، ايهاب امين. طيب النادي الزمالك عنده غيابات، نادي الزمالك عنده غيابات. كيجو لاعب السنتر لاعب نادي الزمالك قدم شكوى في اتحاد السله وفسخ عقده. فسخ عقده لانه على حسب شكوته يعني وعلى حسب اللي كلمه انه ما خدش فلوسه لفتره طويله فقدم شكوى وده عقده ناصص على كده، ده الكلام اللي هو قاله انا بقول لكم يعني. وطلب للجنه شؤون اللاعبين في اتحاد السله طلب فسخ العقد وتم فسخ العقد وانتقل لنادي الشمال القطري وبيلعب هناك كلاعب محترف، هو تاكد غيابه. مهاب ياسر لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر كان اصيب برباط الصليبي وطبعا ربنا شفاه الحمد لله، ويعني نتمنى السلامه لكل اللاعبين. بيتمرن جماعي بس ما اعرفش الحقيقه اذا كان هيلعب بكره ولا لا. طيب النادي الاهلي وضعه انا الحقيقه يعني ما اعرفوش، وكمان ما نقدرش نتكلم عن وضع النادي الاهلي لانه النادي الاهلي اللي ليه الحق انه يعلن عن الاصابات او غير الاصابات هو النادي الاهلي. انا طبعا ليا صداقات مع لعيبه وعارف وبتاع، بس احنا ما نقدرش نتكلم عن وضع الفرقه لان دي بتبقى اسرار الفرقه، الفرقه هي اللي تعلن. بكره قبل المباراه واحنا في استوديو التحليل هنقول لحضراتكم مين اللي غايب ومين اللي في السكور ومين اللي مش في السكور، ولكن الجهاز الفني والاداري واللاعبين والنادي هو من حقه اللي يقول وضع الفرقه لو عايز يقول، انما احنا مش هينفع نقول وضع الفرقه، ولكن المعلومه اللي عندنا ان الكل جاهز. طيب في جديد ولا ما فيش جديد؟ الجهاز الفني والنادي الاهلي هو اللي يعلن الفرقه مين اللي هيكون اول ما يعلن عن 12 بكره النادي الاهلي احنا نقول لحضراتكم مين ال 12 لاعب. عايز بس اوضح حاجه ان الدوري السوبر هنا بيتحدد مراكز من الاول للثامن وبعد كده هنبتدي الادوار الاقصائيه. الدوري يعني عايز بس اشيد بحاجه، احنا لما بنهاجم او بننتقد بنهاجم للمصلحه، ولكن انتظام بطوله الدوري والكاس والكاس السوبر وتحديد مواعيدهم قبل انطلاق الموسم كان من انجح حاجات اللي عملتها لجنه المسابقات في اتحاد السله بقياده الكابتن احمد كامل. ليه؟ انت النهارده حطيت له جداول وعرفت الفرق دي مشاركه اللي راح بطوله العربيه مين واللي راح بطوله افريقيا مين من بدايه الموسم، ودي مش كيمياء. دي مش كيمياء، يعني ايه مش كيمياء؟ يعني الاتحادات كلها تقدر تعملها.
فالنهارده الاجنده اللي حطها اتحاد السله ماشيه بالنصر. الفرق هتستكمل مبارياتها في توقف تاني هيكون بعد العيد مباشره، يمكن اخر 10 ايام في رمضان هيبقى في توقف. ليه؟ عشان النادي الاهلي هيشارك في الباسكت بول افريكان ليج. ومن هنا انا بناشد جماهير النادي الاهلي ان شاء الله المباراه هتقام في مجمع الدكتور حسن مصطفى رابع ايام عيد الفطر المبارك، ان شاء الله ربنا يوصلنا بالسلامه لهذا اليوم كلنا، ونكون يعني صمنا شهر رمضان وادينا فرض الله سبحانه وتعالى. هنيجي رابع يوم رمضان، رابع يوم العيد المباريات. طبعا مفيش احلى من انت تعيد وسط جمهور النادي الاهلي، ده بالنسبه للعيبه، ومفيش احلى للجمهور انه يعيد رابع ايام العيد مع فرقه النادي الاهلي، فرقه كره السله اللي بقى لها بعيد عن بطوله افريقيا من 2016، احنا كنا حامل لقبها وبعد كده ما شاركناش. انا اسف، ولعبنا 2019، ولكن فرصه على ملعبنا، والنادي الاهلي تعاقد مع 2 اجانب، مع الاجنبي اللي موجود، مع الفرقه كلها كامله، انا عرفت كمان ال 12 لعيب، ولكن برضه ما بنعلنش لما النادي الاهلي يعلن. كل ده هيبقى حلو، فانا النهارده انا نفسي اروح احضر المباريات، وهتبقى الدنيا متنظمه وجميله، عايزين نوري كل افريقيا في كره السله ان جمهور النادي الاهلي بيملا الصاله وبيغني اغانيه الحلوه وبيأزر فرقته، هتبقى الحقيقه سهرات جميله جدا جدا، لان هم هيبقوا 5 مباريات. 6 فرق هيلعبوا كل فرقه 5 مباريات، هتبقى طابلو جميل جدا، هنستمتع لان كل فرقه جايه باجانب. انا بقول لكم الجو هيبقى حلو جدا، فان شاء الله بدعو جماهير النادي الاهلي العظيمه انها تستعد من دلوقتي ان شاء الله لهذا الكرنفال الكبير، عشان النادي الاهلي باذن الله يتاهل ويروح رواندا، وباذنك يا رب يرجعوا بكاس افريقيا ونلعب في بطوله العالم، يعني ان شاء الله عندنا طموحات كبيره مع هذا الفريق وجهازه الفني. اروح بقى للسيدات اللي كنت اتكلمت عنها في البدايه، عندنا مباراة مهمة مع الطيران إن شاء الله بالدور الترتيبي من دوري السوبر، الفرقة جاهزة وكابتن طارق خيري بيستعد بشكل جيد. فرقتنا هتلعب أول ماتش زي ما قلت لحضراتكم مع الطيران، وهيكون يوم الثلاثاء اللي جاي على صالة نادي الطيران في مصر الجديدة. فرقتنا كانت خلصت الدور الأول من الدور الترتيبي ده في صدارة الترتيب بفوز في كل المباريات 14 نقطة في فوز من 7 مباريات. كان آخرهم مباراة سبورتنج، وبعد كده توقف اللعب عشان تصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية، واللي مصر خدت فيها المركز الأول وتأهلت لنهائيات بطولة أفريقيا. نتمنى إن شاء الله فريق السيدات يحقق مركز أفضل من قبل كده، يعني نوصل لمربع، هم أفضل مراكز خدناها سادس سابع، نتمنى إن شاء الله نوصل لمربع، وجيل سيدات دلوقتي قادر إنه يعمل كده في وجود طبعا مدير فني قدير زي الكابتن إيهاب الألفي. هنروح للكرة الطائرة رجال، طبعا مين قدك يا عم، ما شاء الله عليك، ربنا يحفظهم يا رب واسعدوا جماهير النادي الاهلي كله. السوبر المصري نروح نلعب بطوله عربيه الحمد لله، خلاص الفرقه قفلت، انا بقول لكم حرفيا الفرقه قفلت صفحه البطوله العربيه، يعني حتى لما حاولنا نستضيف مجموعه من اللاعبين او مجموعه من الجهاز خلاص انتهى، ما فيش فرح ولا في افراح ولا حاجه، ما فيش احتفالات، باصين على ال3 بطولات اللي فاضلين، دوري وكاس وبطوله افريقيا، والله زي ما بقول لكم كده. واحترمنا جدا رغبه كابتن محمد مصالح ميدو اللي ما ظهرش حتى الان في اي وسيله اعلام من اول الموسم. الفريق الاول لرجال الكره الطائره بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن محمد مصالح بيتدرب على فترتين الصبح وبالليل عشان يرفع معدلات اللياقه البدنيه للاعبين استعدادا لاستئناف الدوري. فرقتنا كانت اخذت يومين اجازه بعد التتويج بلقب البطوله العربيه بعد الفوز على النصر البحريني في النهائي بنتيجه 3-0. وفي الماتش اللي اتلعب يوم الخميس اللي فات على صاله رقم 2 باستاد القاهره او مجمع صالات استاد القاهره الدولي. الفرقه هتلعب في دور الثمانيه مع نادي الطيران، واللي هيتعمل بنظام البيست اوف 3. القرعه اتعملت وهنلعب مع نادي الطيران. حضراتكم القرعه اتعملت من قبل البطوله العربيه كمان. الافضل في 3 يعني ممكن نكسب مباراه تطلع دور قبل النهائي. يعني ان شاء الله برضو الدنيا هتروح، هنلاعب الزمالك 3 مباريات على نهايه القصه دي. ماشيين بشكل كويس، ماشيين بشكل كويس، ما عندناش غير اصابه واحده ربنا يشفيه رب عبه، عنده قطع في عضله الرباط او عضله الباي، اصابه يعني مش جامده يعني متوسطه، يعني ان شاء الله يعني يتعالج ويرجع تاني احسن من الاول. سمعت اخبار ان اتحاد الكره الطائره في اتجاهه انه يتعاقد مع مدير فني اجنبي للمنتخب، لما طالما الاخبار كده جت يبقى في شغل وفي اتصالات، اول ما يعلنوا عن المدير الفني او عرفنا كواليس هنقول لحضراتكم فورا من هو المدير الفني لمنتخب مصر كره الطائره الرجال اللي لازم يرجع تاني كسابق عهده. الحقيقه لسه عندنا مجموعه كبيره من الاخبار هنكملها مع حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه احنا هنا في برنامج الابطال عاملين عداد للفرق والمنتخبات واللعيبه
اللي اتأهلت لأولمبياد باريس. احنا هنا عينينا زي ما كان عينينا على طوكيو، لانه الحقيقه انا شايف ان مصر تستحق تاخد ميداليات اكتر من اللي دايما بتحققها في الاولمبياد. يعني 5 6 ميداليات اللي احنا دايما بنلعب فيها كده، لا انا شايف ان احنا نقدر نجيب 10 و12 ميداليه. طب ليه بقول كده؟ بقول لانه دايما عندنا احنا كوادر، الحقيقه بصراحه عندنا كوادر، عندنا بعض الاتحادات اللي شغاله، مش هقول كل، بعض الاتحادات اللي شغاله، عندنا لعيبه عندها طموح، عندنا بنيه تحتيه في الرياضه دلوقتي، ملاعب وميادين يعني على اعلى مستوى، عندنا بطولات دوليه بتنظم في مصر، فانت خلاص بقيت بتحتك مع اللعيبه، يعني الوضع دلوقتي مؤهل ان احنا نقدر نجيب ميداليات اكتر. عندنا اول لعيب اتاهل الاولمبياد لاعب الرمايه عزمي محلبه. الرمايه عزمي محلبه ده كان اول لاعب مصري يتاهل اولمبياد باريس 2024 بعد ما خد بطوله العالم في الرمايه. تاني لاعب مروان القماش، سباح المصري، سباح منتخب مصر، اللي اتاهل منذ يوم او اتنين كتاني مصري يتاهل لاولمبياد باريس 2024. لعب بطوله مهمه جدا في امريكا اسمها فورت لوندرديل. البطوله دي اتلعبت في امريكا، والبطوله دي من البطولات المعتمده من الاتحاد الدولي للسباحه. ولعب 7 منافسات 800 متر، حقق فيها رقم 7 دقائق و50 ثانيه و38 دقيقه، وحقق فيها الميداليه الفضيه. يعني مش الرقم ده مش بس جاب رقم، لا ده جاب ميداليه. وبالزمن ده قدر اهو الجدول هو تاني واحد. مروان القماش قدر انه يتاهل وياخد الفضه ويبقى تاني مصري بالتوقيت ده، ومعاه التونسي احمد ايوب الحفناوي. فاكرينه؟ التونسي احمد ايوب الحفناوي واللي كان كسب الذهب، يعني الاول تونسي والتاني مصري. ومروان الحقيقه ما خدش حقه في الميديا. انا بقول لكم الكلام ده لان انا شفت كل وكالات الانباء متكلمه عن احمد ايوب الحفناوي، محدش اتكلم عن مروان القماش. مروان القماش تاني لاعب مصري بعد عزمي محلبه في العداد بتاعنا اللي احنا عاملينه، في عداد للعيبه وفي عداد للمنتخبات. المنتخبات اللي هتطلع اولمبيات هقولها لكم، واللعيبه اللي وصلت بشكل فردي هقولها لكم. طبعا مروان كان من ضمن البعثه اللي كانت شاركت في الاولمبياد اللي فاتت واللي كانت في العاصمه طوكيو، يعني دي تاني مشاركه لي. اتمنى ان بعد مشاركته في طوكيو خد خبرات من طوكيو. حتى الان مروان القماش بيتمرن في امريكا وبيستعد بشكل جيد جدا، نتمنى له التوفيق انه يقدر يجيب ميداليه. تونس جابت ميداليه الاولمبياد اللي فاتت في السباحه، يا رب مصر تجيب حاجه. مش بعيد، مروان بيتمرن، مروان يعني قاعد في امريكا طول الوقت بيتنافس، يعني بدليل البطوله دي في امريكا، ورقمه جيد، يعني الرقم اللي عمله ده الله اكبر، يقدر يدخله في المنافسات حتى في الاولمبياد اللي جاي. ربنا يحفظك يا مروان، ونتمنى المزيد والمزيد من اللاعبين المصريين اللي بتتاهل او هتتاهل لاولمبياد ان شاء الله باريس 2024. هنروح لبطوله الجودو اللي كانت بتتعمل، البطوله الدوليه او بطوله عربيه اللي كانت بتتعمل في قطر، بطوله الجودو اللي كان طبعا كابتن مرزوق معانا رئيس الاتحاد، ودخل مداخله وقال انه رايح بفريق الشباب عشان يديهم خبرات، عشان يكتسب يعني لما يكتسب وزير خبرات في السنه او الاثنين دي نيجي كمان سنتين نلاقي عندنا جيل تاني. فكر يحترم. اللعيبه الكبار اللي هتنافس في الاولمبياد شغالين في البرنامج بتاعهم، الصف الثاني شغالين في البرنامج بتاعهم، كل الى غايته. اللي بيلعب عشان ميداليه في الاولمبياد بيستعد، الاتحاد بيعده بشكل معين، واللي بيتعدى عشان يبقى صف ثاني عشان يخش بعد كده يحمل الرايه ليه اعداد ثاني. اللعيبه اللي راحت قطر كانت هي من اللعيبه اللي بتعد كلهم صغار السن. طيب خدنا كام ميداليه بقى؟ اللي جميل اللي يفرحك ان حتى واحنا مشاركين بالجيل ده الصغير احنا واخدين 8 ميداليات في البطوله العربيه، الله اكبر. طيب 3 ذهب 3 فضه برونزيتين، يعني 3 ذهب يعني و3 فضه والبرونز. و منتخبنا بالرغم من فوزه بالمركز الثاني في ترتيب العام بقى منتخب الجزائر كترتيب عام مركز ثاني. خلي بالك انت رايح بالشباب، لان النتيجه دي كويسه جدا بمقارنه باللعيبه الصغيره، لما قلت زي ما قلت لحضراتكم بمقارنه ان هم لعيبه صغيرين واخدين مركز تاني جودو، واللي سابقهم الجزائر. وانا لو شفت الجدول هوريكم الجزائر سبقنا بقد ايه، اكيد مش سبقنا بكتير، ولكن انا كنت شفت الجدول بس مش فاكر بالظبط الجزائر سبقنا بايه. بس لما نوصل ناخد 8 ميداليات، لا انا شايف ده انجاز. لو احنا رحنا بالصف الاول كنا ناخد اول، بس ده مش التارجت بتاع الاتحاد ولا التارجت لكابتن رشوان المدير الفني للاتحاد للمنتخبات. التارجت زي ما قلت لحضراتكم كله رايح في طريقه عشان في الاخر مصلحه مصر. زي ما قلت لكم بعض الاتحادات اللي شغاله، والحقيقه اتحاد الجودو من الاتحادات اللي شغاله بامانه، وهفضل اقول وعيد
الاتحاد القوي والرئيس القوي ومجلس اداره قوي يشارك كل اسره الجودو معاه، ما يخافش ما يقلقش، ما يقولكش اصل انا جايب ده هيخش ويخش لجنه وينزل الانتخابات اللي جايه وينزل ضد رئيس واسقط، ما يخافش. يجيب كل نجوم اللعبه، تعالوا معايا ايدكم بايدي عشان نقف بالمنتخبات ونرفع اسم مصر فوق. الاتحاد اللي يعني مش تمام، يعني يبقى مش واثق من نفسه، يبعد الاسره كلها، يبعد الناس كلها، يبقى هو متفرد بالقرار. وللاسف وتلاقي في الاخر، يعني انا هديكم مثل تاني، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الخماسي، ما فيش واحد عنده قدره وعنده كفاءه وبيتميز في اي لعبه، مش في الخماسي، يعني ممكن يروح كره القدم يجيب حد من الاعداد البدني عشان يشتغل مع لعيبته، ممكن يروح الكاراتيه شاف دكتور كويس يجيبه، يعني بالعكس ده اسره الخماسي مع كل الرياضه بيجيبها عشان يوصل في الاخر. هو ده الاتحادات القويه ومش قلقان. ما انت ده منصب تطوعي، انت قلقان من ايه؟ ما تخافش، حتى لو رحت المهم ان اسم مصر هو اللي يكون فوق والميداليات تتكلم عن نفسها. هنروح للخبر الاخير معانا قبل ما نطلع طبعا للقائنا مع ابطال الريشه الطائره، وهو ليه علاقه ببيج رامي. طبعا محبوب الجماهير المصريه ولاعب كمال الاجسام وبطل مستر اولمبيا مرتين، واحد قصص النجاح والكفاح الكبيره لشاب مصري خرج من طبعا من مدينه ساحليه وكان يعمل في الصيد. البطل المصري كان لاعب مستر اولمبيا وخد خامس لو تفتكروا، لانه كان عنده بعض المشاكل في ظهره. وبعد مستر اولمبيا هو قال لك خلاص هنزل ارنولد كلاسيك للوزن المفتوح، ومرضاش يقعد، قال لك لا انا عايز انزل. طبعا صوره ليه الله اكبر، عامل فورمه جامده جدا. عايز اقول لكم الفورمه دي اتعملت في اقل من شهر او شهر ونص. طيب ليه؟ كان عنده اصابه في ظهره، راح اتعالج من اصابته في دبي، وقدم في العرض الفردي. انا قعدت سهرت اول امبارح لثلاثة الفجر اتفرج على العرض ده، العرض دي صوره من العرض، العرض السري اللي بيتعمل، قعدت اتفرجت وحضروا الاسطوره الكبير ارنولد شوارزنجر، البطوله باسمه ارنولد كلاسيك. وبعد كده امبارح كان النهائي وخد المركز الرابع. وعايز اقول لكم انه رامي حقن ظهره، انا مش عايز اجيب تفاصيل بس عشان احتراما لخصوصيته، يعني كان حقن ظهره قبل البطوله دي بقول لكم باقل من شهر، وعمل فورمه في اقل من شهر ودخل خد رابع. طبعا الانجليزي سامسون داوودا لقب بطوله ارنولد كلاسيك المره الاولى في مسيرته الاحترافيه بعالم كمال الاجسام، وطبعا الامريكي نيك ووكر في المركز الثاني بعدما كان حامل لقب نسخه 2021، بينما احتل النيجيري الاخر اندرو جاك المركز الثالث، ويبقى بيج رامي طبعا المركز الرابع. ويبقى بيج رامي احد اساطير هذه اللعبه الحقيقه، واللي نتمنى له كل الخير. بيج رامي عنده يعني بيتعرض لسوء حظ، اصابه جات له قبل مستر اولمبيا وتحامل على نفسه، لعب ما كانش في التوب فورم بتاعه مع ذلك خد خامس. الاصابه تكمل معاه ويروح يتحقن في ظهره في دبي ويروح يلعب ارنولد كلاسيك وياخد رابع على عتاوله، يعني ارنولد كلاسيك دي هي بطوله مستر اولمبيا ثانيه. الصور كنت شفتوها. الجميل بقى في صوره هوريها لكم، صوره يعني قلبت الدنيا في امريكا، قلبت الدنيا في امريكا. طبعا انتوا عارفين ممثل وبطل كمال اجسام ارنولد شوارزنجر، ده ممثل كبير جدا وبطل كمال اجسام وليه شعبيه جارفه، وكان سيناتور على فكره في مجلس الشيوخ الامريكي، يعني هو اصلا الصوره دي سيبوها لي شويه يا جماعه. ارنولد شوارزنجر هذا الممثل بالمناسبه واحتفل بعيد ميلاده ال 75 امبارح، هذا او اول امبارح. الممثل ده ليه شعبيه طاغيه في ولايته، وبقول لكم كان انتخب عضو في الكونجرس الامريكي. طيب قام هو بيقعد في الفي اي بي في اول صف، مش اول صف كمان، ده بيقعد في السنتر بتاع الصف الاول صف، لان البطوله باسمه، ده اللي اسس لالعاب كمال الاجسام في العالم كله بالشكل الجديد اللي انتم شايفينه. قام من كرسيه على فكره، قام ودى ظهره للمسرح وخد تليفونه وتصور سيلفي مع بيج رامي على المسرح. ما عملش كده مع اي لعيب تاني. في حاجات كده بتبين عظمه بيج رامي. النهارده وهو مش في التوب فورم وهو في السن ده، بيقوم ارنولد شوارزنجر وبياخد تليفونه وبيديله ظهره وبيتصور سيلفي مع بيج رامي. الصوره دي قلبت السوشيال ميديا في امريكا، لان لما يبقى راجل كبير جدا بالشعبيه الجارفه دي في امريكا كلها ومحبوبه، حتى الولاد الصغيرين بيحبوه، لانه عمل سلسله افلام جامده جدا. لما النهارده كل السوشيال ميديا في امريكا بيتكلموا ان ارنولد شوارزنجر بيتصور مع بيج رامي المصري بيج رامي، فدي اكبر دعايه لبلدنا، ولا انا غلطان؟ يعني قصدي اقول لكم ان الرياضه بتوصل لكل بيت. انت النهارده لما يتقال المصري بيج رامي
يعرفوا ان احنا عندنا كوادر، عندنا لعيبه كبيره جدا. محمد صلاح لما نجح في انجلترا بالشكل ده وباصبح الهداف التاريخي في تاريخ ليفربول، وكسبوا النهارده بيكسبوا مانشستر سيتي 7-0 ومحمد صلاح بيحط جونين. النهارده محمد صلاح بيصنع التاريخ. فلما النهارده محمد صلاح ستظل اجيال المان يونايتد، انا اسف معلش يا جماعه المان يونايتد، اصل انا بتلخبط بين المان سيتي والمان يونايتد، معلش حقكم عليا. فلما يكسبوا المان يونايتد بفرقه محترمه زي دي 7-0 النهارده، محمد صلاح يحط جونين وهو الهداف التاريخي لليفربول، انا اللي عايز اقوله ايه؟ اللي عايز اقوله ان هتيجي اجيال 30 40 50 60 سنه هتقول المصري الكينج، المصري او الملك المصري محمد صلاح، حتى لو حتى سبقه هو بيبقى في المركز الثاني يقول لك الاول فلان والثاني فلان. يعني احنا بنتكلم، انا اتصور ولا 100 سنه جايه محمد صلاح هيبقى مصر بيذكر اسمها في اعظم الملتقيات والارقام الانجليزيه في كره القدم بلاعب. النهارده بيج رامي لاعب، عشان كده احنا برنامج الابطال دايما بنجيب النماذج المشرفه. احنا قناه النادي الاهلي، والنادي الاهلي بالنسبه لنا هو حياتنا وعشقنا، ولكن علم مصر هو، ما النادي الاهلي هو اللي بيدي كوادر لمنتخب مصر، مصر هي اللي بتحتضننا كلنا، كل الانديه وكله في الاول والاخر احنا عايزين نروح لايه؟ عايزين نروح لميدالية لمصر، عايزين نروح نحط اسم مصر في الرياضه. لما البلد بترتقي في الرياضه بتدي انطباع عن كبير جدا عن الدوله. الرياضه النهارده هولندا اللي عددها قد كده في اول 4-5 في الاولمبيات، عددها ما يجيش كام؟ احنا قلنا كنا عملنا حلقه ما يجيش حاجه و20 مليون نسمه، وبتبقى ترتيبها الرابع والخامس في الاولمبيات. فنهضة الرياضة أكيد هتعود على مصر بالنفع في حاجات كتيرة، وإحنا دورنا هنا نحط الضوء على كل، زي ما اتكلمنا عن القماش، مروان القماش اللي اتأهل الأولمبيات ومحدش جاب، أنا يعني معلش إزاي الميديا ما تتكلمش عن القماش؟ إزاي؟ لازم نتكلم عنه، لازم ده النهارده هو فرغ نفسه بقى. قال لك يا باشا أنا عندي سنة ونص إعداد، خلاص ما بقاش شاغل باله ولا فتحت ضغطه إنه يتأهل، خلاص أنا جوه. اركز بقى في نفسي في مستواي، خلاص انا عنق الزجاجه عديت وان انا اتاهلت الاولمبياد. نماذج مشرفه كتير وده دورنا. النص الثاني بقى من حلقتنا بعد الفاصل اللي هنطلعه دلوقتي هيكون معانا برضو نماذج مشرفه. الريشه الطايره، بالرغم ان الرياضه دي ما بتتلعبش في نادي الاهلي، الرياضه دي ما بتمارسش في نادي الاهلي، ولكن الناس اللي هنقعد معاهم دول سواء كابتن محمود عزت انا اسف المدير الفني للريشه الطايره، واحمد صلاح كابتن المنتخب، الناس دي نماذج مشرفه ومشرفين مصر بره. لسه ما وصلناش ناخد ميداليات، بس شغالين صح، بذلوا مجهود بامكانيات متوفره، ما بيقولوش دي امكانيات قليله ولا كتيره، ولكن شغالين. لازم يكونوا معانا ولازم نربط على ايديهم. هنطلع لفاصل عشان ينضم لي كابتن محمود عزت المدير الفني لريشه الطائره منتخب مصر، وكابتن الفريق كابتن احمد صلاح، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بكابتن محمود عزت المدير الفني للريشه الطائره ومدير الفني لمنتخبات مصر ريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا، شكرا. بنرحب بالكابتن احمد صلاح ضيفنا للمره الثانيه، كابتن منتخب الريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا ومنور قناه الاهلي. يا ربنا يخليك، دايما متشرفين كده بحضرتك، يعني بعد بطوله افريقيا دايما لينا ميعاد على طول. طبعا، والذهب معانا هو الوريه لحضراتكم، الميداليه الذهبيه كله معانا هنا في الاستوديو. كابتن محمود، هاجي مع حضرتك، يعني في جهد بيبذل في الريشه الطائره وفي تخطيط بيبذل في هذا المجال او هذه اللعبه. خلينا ناخد يعني خط ونبتدي من بعده. باريس 2020، سوري طوكيو 2020 اللي اتلعبت 2021 خلصناها. عايز اتكلم بقى من هذا التاريخ الى الان، ايه اللي حصل واشتركنا في ايه وكان التخطيط ازاي وقعدت وقلت ايه مع الاتحاد؟ احنا حطينا برنامج مع الاتحاد المصري للريشه الطايره، وكان استاذ محمد كمال في الفتره دي هو اللي ماسك الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد حاليا مع دكتور علي حسب الله، وحطينا بلان كبيره ان احنا لازم نرفع من الرانك الدولي بتاع اللعيبه بتاعتنا، وكانوا هما في الفتره دي كان اللاعب ادم حاتم وضحى هاني ونور احمد يسري، وكان معانا كابتن احمد صلاح في المرحله دي. وابتدينا عملنا لهم تجارب، والحمد لله قدرنا ان احنا نرتقي بالرانك الدولي بتاعهم، ووصلنا ان احنا دخلنا جوه ال50 بالنسبه للميكس دبلز ادهم وضحى، ووصلنا اول افريقيا ادهم، ووصلنا اول افريقيا ضحى، ووصلنا تاني افريقيا نور. ما شاء الله. وبعد كده طيب احنا كنا قبل كده فين؟
عشان برضو انا دايما احب اعمل كومباريزون ما بين احنا دلوقتي وصلنا اهو ما شاء الله وخدنا حتى وحضرتك موجود خدنا اول بحرين المتوسط اول ميداليه اول ميداليه في بحرين المتوسط اللعبه دي بحرين المتوسط في الجزائر واللي جابتها ضحى صح؟ ضحى انا مذاكر كويس بس المهم ايه كنا فين وبقينا فين عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالجهد اللي اتبذل قبل انجازاتنا دي كنا فين؟ كنا كام افريقيا مثلا؟ يعني احنا كنا يعني احنا 2017 احنا خدنا البطوله دي في جنوب افريقيا ممتاز سليم بعديها احنا يعني بعدنا شويه عن المستوى الافريقي وبعد كده رجعنا تاني في 21 بعد ما حطينا البلان وخدنا تاني بطوله افريقيا سنه 21 ممتاز سليم يعني الميكس بعدنا 17 كنا فوق و 2020 خدنا بطوله عندنا حاجه اسمها تيم ايفنت ابر وتوماس كاب البنات لوحدها والولاد لوحدها خدنا في 2020 اللي هي اتلعبت يوم 2020 قبل الكورونا على طول خدنا اول بنات وتاهلنا لكاس العالم ممتاز. بالنسبه لافريقيا وكانت المجموعه كانت بتضم هادي حسني طبعا ابل الموجوده حاليا وكانت ضحى وكانت نور وكانت معاهم رحمه العدوي دي المجموعه اللي كسبت في 2020 وطلعت كاس عالم وطلعت كاس عالم ممتاز جينا بعديها عملنا احلال وتجديد لمنتخب البنات لان كانت هادي اعتزلت بعد طوكيو 2021 وهي لعبت اخر بطوله ليها في طوكيو نعم بعديها اعتزلت وابتدينا نعمل منتخب جديد للبنات وقدرنا في 2022 ان احنا ناخد نفس البطوله بجيل جديد تمام في 2022 في اوغندا السنه اللي فاتت فبراير السنه اللي فاتت خدنا يعني الكيرف طالع تاني البنات أول. خدنا تاني اول وخدنا وسيطرنا في البطوله دي على معظم الميداليات خدنا في البنات اول وخدنا في الرجال تاني وخدنا في الـ في الـ في الفرديات اول تاني تالت فردي بنات وبعد كده خدنا تالت فردي رجاله وخدنا تاني زوجي رجاله كان موجود فيه احمد صلاح وكان موجود في البطوله اللي قبليها في النسخه اللي قبليها في 2021 كان ادهم اول واحمد صلاح كان تاني طب خلينا نقف عند 2022 عشان يعني ناخد الخطوه العاديه بس اجي لك يا كابتن احمد انت الله اكبر شاركت في كل الايفنتات اللي فاتت دي كلها الحمد لله شايف الدنيا ايه انت برضو انا باخد رايك كلاعب يعني انت طبعا كابتن الفريق وليك جزء اداري كمان مع الـ مع الـ مع اكيد مع المدير الفني ولكن انا بكلمك من رؤيه لاعب شايف ان احنا الدنيا ماشيه للاحسن شايف ان احنا نقدر نروح لنقطه ابعد بالشغل ده هو زي ما حضرتك بتقول يعني لو حطينا اللاين زي ما حضرتك بتقول من طوكيو 21 لا في بروجريس بيحصل بالذات بيبان في اللعيبه الجديده اللي بتخش المنتخب يعني في 2021 احنا كان معانا ناشئه كانت معايا انا مع حضرتك هي أيوة. جلال هشام كانت يعني اصغر لعيبه في البطوله وواخده اول افريقيا ما شاء الله انا فاكر دلوقتي في الولاد في عندنا محمود منتصر وكريم عزت كان من اصغر اللاعبين في البطوله شباب كام سنه 19 و20 الله اكبر يعني في جيل جديد اهو بالظبط معايا انا وادهم موجودين واخدين بطوله افريقيا فلما يتحط له في السي في ان هو بطل افريقيا في الوقت 19 ده 19 سنه ففي بروجريس بيحصل على اللعيبه الناشئين اللي طالعه الحاجه الثانيه لما نوصل للرانك بتاعنا ان احنا الحمد لله الميكس دبل بتاعنا محافظين عليه ان هو ال 50 على العالم دي حاجه كويسه الفردي البنات ضحى الاول على افريقيا احنا محافظين عليه طب ضحى الرانك العالمي اخبارها ايه مثلا ال 105 او 103 طب يعني بيزيد هو ده اللي انا عايزه احنا بناخد الخطوه اللي جايه ان هي تكسر ال 100 وتخش جوه التوب 100 توب 100 نور ماشية بخطى ما شاء الله عليها نور يسري نور يسري ناشئة يعني أنا أتوقع أن نور يسري ما شاء الله لا يعني هتوصل أبعد من كده نور 2003 19 أكبر 20 سنة بالظبط بتتكلم في أعمار سنية صغيرة ما ده اللي احنا بنتكلم عليه البروجريس اللي حضرتك بتقول عليه من بعد 21 عندنا منتخب موجود الخبرة مع الشباب مع الناشئين سواء أنا الموكون بيتقال عليا بقى الخبرة يعني بالظبط معايا أدهم في محتفظ على في التوب فورم بتاعته دلوقتي ما شاء الله عندنا مع الناشئين بتوعنا سواء محمود او كريم اللي هو احنا بنعدهم اللي هو خلاص ما فيش ناشئين بقى انت بتكبر انت دلوقتي انت بطل افريقيا خلاص ما يعني ما فيش بقى ان احنا لسه واخد بقى خبره عشان محتاج اربع خمس بطولات عشان اخد لا خلاص انت دلوقتي انت راجل بطل افريقيا اتاهلنا من البطوله اللي فاتت ربنا كرمنا بعد ما خدنا اول بصعوبه بالغه عن البطوله اللي فاتت الموضوع مختلف تماما كانت اصعب وحافظنا اصعب بمراحل يعني كتير 15 دوله دي الميداليه الذهب دي يعني مش عايز اقول لحضرتك ان دي صعبه جدا يا جماعه انا بس عايز دي ذهب بطوله افريقيا
اللي كانت، انا معلش هفضل ماسكها شويه كده لغايه ما تظبطوها، دي اللي خدناها في جنوب افريقيا مظبوط بالظبط. دي هي دي بس ميداليه شياكه قوي بصراحه، وده هنا انا احب، انا كنت احب الميداليات قوي انا يعني، حتى وانا صغير كنت اخد الميداليات، كنت اقعد ابص في الميداليه كده بحس انها هي دي اللي بتدي الفخامه، النتيجه هي دي النتيجه بتدي فخامه للبطوله يعني. بصوا يا جماعه دي الذهب، منتخب الريشه الطائره بطولة افريقيا اللي فاتت اتعملت في جنوب افريقيا، دي الميداليه بتاعتها. ايوه شكرا، نجيبها كده شويه ايوه، ونشوف الناحيه الثانيه عليها قاره افريقيا، حاجه شياكه يعني، يعني مجهود يعني كابتن احمد. يعني الميداليه شياك. عايز اقول لحضرتك ان دي بالنسبه لي انا كشخص يمكن من اعظم البطولات اللي انا جبتها. دي من اعظم طبعا مع الفريق يعني. فعلا لصعوبه مستوى البطوله صعب، المستوى كان عالي جدا، وكل المنتخبات كانت عامله معسكرات في ماليزيا ومعسكرين في بلادهم، وجايبين خبراء كمان من بره يعني، مثلا منتخب موريشيوس كان جايب خبير من بره من ماليزيا بيمرنهم، وفي منتخب اوغندا كان معسكر، منتخب الجزائر اسمع كله قاعد فرنسا، ومنتخب منتخب الجزائر كله فرنساوي من بره، دي حقيقه. ومنتخب الجنوب معسكرين، معسكر دايم، ولعبوا ثلاث بطولات دوليه قبل البطوله دي، كانت صعبه، كانت صعبه جدا يعني، كان صعبه جدا. عايز اقول لك ان انت يا كابتن حتى يعني خليتنا يعني، انا نفسي كنت متخيل انها بطوله سهله، معلش بس كلامكم دلوقتي، لا انتوا خدتوها من بق الاسد، دي حقيقه. احنا يعني ان احنا نكسب الجنوب في الجنوب ده كان ماتش صعب جدا، بس خلص 3-2 تقريبا، خلص 3-1 3-1، واحنا كنا مقدرين الحمد لله يعني، كان في توفيق طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى، بس الحمد لله احنا كنا قاريين اللعيبه بتاعتهم كويس، وعارفين احنا نقدر نكسبهم فين. لعيبه جداد ولا قدام؟ اللعيبه بتوعهم هم بيجهزوا الفرقه دي من 2017. يعني اعمارهم زينا ولا اعمارهم؟ لا اكبر مننا شويه، بس هم يعني بقى لهم حوالي 5 سنين بيجهزوا الفرقه دي، وهم وصلوا التوب فورم بتاعهم في السنه دي. الماتش كان جامد يعني، الماتش كان يعني برضو انا خدت راي حضرتك كجهاز فني كلاعيبه. الماتش كان صعب بتاع جنوب افريقيا. احنا كسبنا جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في 2017 لما خدنا البطوله. حلو، بس بعد كده حصل لنا دروب. لحسن حظنا ان احنا لعبنا في نفس الصاله اللي احنا خدنا فيها البطوله. خدنا فيها البطوله نفسها. كان حلو طيب. بالظبط. كان حلو طبعا بالنسبه لنا. يمكن دي اول جمله انا قلتها للمنتخب في اول تمرين لينا في الصاله، قلت لهم انا لما دخلت الصاله دي في جوهانسبرج، ولا كنت في جوهانسبرج 2017 كسبنا جنوب افريقيا في نفس الصاله دي وخدنا منها البطوله. كان في لعيبه من اللي بيلعبوا لعبتهم امبارح كانوا موجودين في 2017؟ كان في. اللي هم الناشئين اللي هو كانوا بيتعدوا زي اللي صغيرين اللي هم بقى التوب فورم دلوقتي. اللي هم في التوب فورم بتاعهم دلوقتي. احنا بنحاول نمشي في نفس البروجريس ان احنا يبقى عندنا الناشئين يتحط لهم الخطه بتاعتهم اللي هم الخمس سنين. دي صور من البطوله صح يا كابتن؟ ده التتويج بتاع التتويج. السلام الوطني المصري لما اتعزف احنا على شمالنا الجزائر اللي هو في المركز الثالث. المركز الثالث على يميننا جنوب افريقيا. لا موريشيوس. لا موريشيوس هي موريشيوس مركز ثاني. موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر. موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر. خرجت الجزائر. وجنوب افريقيا خدت كام؟ خدت ثالث. هم هتلاقيهم جنب موريشيوس. هما في هما الاثنين لابسين اخضر فعلا. حاجه عظمه بامانه يعني، ربنا يبارك لكم يعني، يعني السلام الوطني يعزف في بطوله زي دي، والحقيقه يعني كانت غايبه من 2017. لا ربنا يوفقكم. طيب جت 2021 هي دي اللي بعد لجنة على طول. احنا ايه؟ احنا خدناها 21 وخدناها 22. 22 خدناها بس 21 كانت سهله. 21 كانت سهله. كنا طالعين من كورونا وكان في لعيبه كتير ما بتطلعش. كان في لعيبه كتير. النهارده دول جايين لك من ماليزيا وجايين لك من معسكرات من فرنسا وجايين لك من كل حته. لا هو ما كانش حد مصدق ان احنا هناخد البطوله. يعني من دور الثمانيه بعد دور المجموعات قابلنا اوغندا اللي هي كانت عامله لنا مشكله في البطوله اللي قبليها، وكانت يعني كانت ند بالنسبه لنا. طب اوغندا لعبتها فين؟ اوغندا احنا كنا كسبانين البطوله اللي قبليها 3-2. ده ماتش الفاينل. بس ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده كريم ومحمود دول الناشئين دول الشباب بتوعنا. بص 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 الحماسه. يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه. لا قدمنا الفيديو ده يا جماعه، ده الواحد جسمه اشعر والله العظيم. ده ماتش عارف عارف اللحظه دي. بص 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 هيعمل ايه في الاعلان؟ بص بص مش مصدق الضغط العصبي وبتاع. يا خبر ابيض لحظه جامده. وانت ده يدل ان انتوا كانت بطوله صعبه يعني. ما اقول لحضرتك كده ماتش مين اللي كان في الملعب؟ كنت انا وادهم. هو ادهم انت وادهم والصغيرين اللي واقفين بره. كريم ومحمود. كريم ومحمود والروح. بص 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 يا خبر ابيض الماتش ده كان فيصل. بص بيخبط. الماتش ده الفيصل اللي رجعنا ان احنا زوج البنات ينزل يخلص الماتش. احنا لو كنا خسرنا الماتش ده كنا خسرنا البطوله البطوله كلها. ده ماتش الفاينل. كان ضد مين؟ موريشيوس. موريشيوس في توتال الماتش كانوا كسبانيننا 2-1. كان 2-1 في الماتش ده. ده الماتش الفيصل. لو هم كسبوا كانوا 3-1 خلاص البطوله راحت. انت وصلت الماتش خامس. بس وصلنا الماتش الخامس. احنا كنا خسرانين الماتش الاولاني والثاني.
خسرنا خسرنا زوجي الميكس زوجي المختلط زوجي المختلط وخسرنا فردي الرجال فردي الرجال دخلنا ايوه تمام ده في اول ماتشين يعني 2-0 عملنا ريمونتادا بالظبط رجعتنا بقى بالظبط عشان كده بقول لحضرتك نور ما شاء الله عليها نور رجعتنا تاني وكسبت بطلة افريقيا فردي بنات فردي كسبت رجعتنا نور رجعتنا وكسبت كيت كانت بطلة افريقيا بعد كده ادهم واحمد الماتش ده وبعد كده ادهم واحمد بعد كده هم وقعوا بقى خلاص يعني الماتش التاني كان بالنسبه لنا الماتش التالت لا بس كان ضحى ونور كان ضحى ونور هو زوجي زيدان هم اتكسروا كان زوجي زيدان يعني هم اتكسروا بعد الماتش التاني اتكسر بعد الماتش ده اللي هو كان خلاص هو خير كسب دي بتحصل ليه؟ انت بتاخد واحده في الثانيه نفسين بينهار هم فعلا انهاروا والماتش التالت كان بالنسبه لضحى ونور كان سهل يعني خدناه بسهوله يعني الفيديوهات دي ورت قد ايه مش عايز اقول لحضرتك يعني لو في الفيديو ده اتعاد تاني لو في كلوز على الملعب يعني انا وادهم ادهم كان من الشده اول ما النقطه خلصت هو نازل يسجد في الارض جاله كرامب في رجليه الاثنين نام على الارض راح فارد رجله دي تاني يا جماعه يعني هو قاعد هقول لك اهو يعني بص أيوه حضرتك هو كان نازل يسجد فرد على فرد رجله يعني جاله كرامب في رجليه الاثنين كرامب في رجليه الاثنين لا بصوا تاني يا جماعه دول كده هو نزل يسجد فجاله كرامب في الخلفيتين ففرد رجله وهو ساكت مش عايز يقوم من السجود مش قادر لا هو مش عايز يرفع راسه فيعمل ايه بصوا يا جماعه تاني عدوانا تاني بص راح فارد رجله طب هو قال لك انا جالي شده كده ولا ايه بيقول لي انا يعني انا نازل اسجد نزل رجله رجليه الاثنين جاله كرامب في رجليه رجله جامد يا عيني المجهود بازل مجهود جامد يعني الماتش ده كان يمكن من اطول ماتشات في البطوله قعد حوالي 53 دقيقه كتير في العاب المضرب كتير كسبوا الشوط الاول واحنا كنا هنكسب الشوط الثاني كنا كسبانين 20 كسبوا الثاني 16 لا كنا كسبانين 20 16 ايوه اتعادلوا معانا 20 20 ناقص لهم نقطتين ويكسبوا البطوله احنا خدنا النقطتين ونزلنا الشوط الثالث نفس الكلام كنا هنخسر اتعاد حصل يعني مش المنتدى بقى هو من عند توفيق ربنا مش طبيعي مش المنتدى توفيق ربنا مش طبيعي ايه بعد المنتدى سوبر ريمونتادا مثلا نقول كده كسبنا الماتش ده فرق الثلاث نقط نزل بقى البنات خلصوا الماتش كان ايزي لان هم كانوا في صدمه هم كانوا في صدمه مش طبيعي مدربهم ايه بقى جنسيته ايه ماليزي هم مش هتلاقي يعني اللعبه هي اساسها جنوب شرق اسيا جنوب شرق اسيا وهم كانوا مستحضرين لها جامد جدا بس بعون اللي احنا مصريين 100% بجهاز فني مصري وبص الحمد لله يعني الحمد لله يعني قصدي اقول ان احنا عندنا بس يا كابتن برضو انا عايز اجي لحضرتك احنا عايزين وكان الكلام ده برضو لما كنت معايا كابتن احمد واتكلمنا فيه عايزين يعني نعمل بروجريس كمان في الرانك العالمي يتعمل ازاي ايه الطريق لكده اما هو الطريق بتاعنا احنا قلنا ان احنا لازم بنعمل يعني احتكاكات دايما في معسكرات خارجيه بشكل دوري ولعب بطولات من خلال يعني من خلال المعسكرات الداخليه والخارجيه يعني نعمل معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه وبنطلع بطولات يعني دوليه يعني محتاجين مشاركه في بطولات ناخد نقاط اكتر طبعا على المستوى الفردي وعلى مستوى الزوجي لا ده السبب اللي خليته اتنين لعيبه ادهم و ونور باين صح يطلعوا من جنوب افريقيا يروحوا ادهم وضحى راحوا الثلاثه راحوا بطوله ثانيه فين في اوغندا تمام راحوا لعبوا بطوله في اوغندا ده السبب اللي انتوا تبعتوها ليه عشان يجمعوا نقط عشان يجمعوا نقط علشان التاهيل 2024 وهو الموضوع اصل انت المنتخب كام يا كابتن احمد انتوا كام واحد احنا رجال وسيدات وكله الهيصه دي كلها كام يعني 12 بس الاساسي 4 و4 اللي هو 8 يعني قصدي اقول ما يجوش فرقه يعني قصدي اقول البادجت ما تبقاش كبيره يعني انت لو هتروح تلعب بطوله مثلا رجاله وسيده 8 بجهاز فني نقول 4 زيهم يا كابتن جهاز فني بدكتور بقى وبعثه كامله يعني 12 احنا بنتكلم في يعني عدد قليل يعني البادجت ما تبقاش محتاجه تبقى كبيره طيب محتاج عشان تعلي الرانك تاخد بطولات انت اول كل سنه بتجيب الاجنده بتاعه ماتشات الاتحاد الدولي كلها كابتن طبعا بنعمل برنامج منها وبنشوف ايه اللي يناسبنا اصل مش كل بطوله لعيبتك تقدر تخشها لان كل بطوله ليها الرانك بتاعها المعين يعني احنا عندنا بطولات فيوتشر دي ممكن اي حد يخشها في بعد كده انترناشونال سيريس اعلى شويه بعد كده بطولات تشالنج وبعد كده عندنا سوبر 100 وبعدين سوبر 300 بعد كده عندنا سوبر 1000 ست ليفلات ست ليفلات كل بطوله من دول كل بطوله بتاعت. انت يعني بتشوف الكاتيجوري بتاع اللعيبه بتاعتك وبتدي تخشها وبعد كده بتلم نقط عشان تخش الكاتيجوري الاعلى منها وهكذا 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 طب انت يا كابتن قعدت حطيت خطه فنيه كده عرضتها على الاتحاد
احنا مش احنا هنا مش عشان نقول يعني احنا هنا بنساعد عشان بس ساعات بيبقى في حرج من الكلام. حضرتك حطيت خطه فنيه، انا كابتن احمد اهو انا عايزه يبقى خلال من هنا الثلاث سنين جايين في الرانك الفلاني، فدي خطته وده خطته وده خطته وده خطته. عرضت الكلام ده على الاتحاد؟ احنا فعلا احنا اوريدي بيطلب مننا الخطه بتاعتنا السنويه. تمام. اللي احنا شغالين عليها. حلو. وخطه 2024 يعني احنا عندنا خطتين. قعدت مع دكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لشطة الطايره، ونائب رئيس الاتحاد الاستاذ محمد كمال، واعضاء مجلس اداره والناس المسؤوله عن المنتخب، وقعدنا وعرضنا الخطتين. عندنا اتجاهين، عندنا زي ما قال احمد من شويه في عندنا خطه للشباب الصغير ان احنا بنعدهم ان هم يبقوا نعتمد عليهم في المرحله اللي جايه. ده لونج تيرم بلان. ده لونج تيرم. هنقول بقى خطه طويله الاجل. وفي عندنا شورت بلان. شورت بلان. اللي هي اللي احنا عندنا الهدف بتاعنا الاساسي 2024 بتاعت باريس. شغالين احنا على ثلاث لعيبه وحاطين لهم البلان بتاعتهم وحاطين لهم برنامج الماتشات بتاعتهم، بحيث ان احنا عارفين ازاي هناخد النقط بتاعتهم علشان نوصل. يعني مثلا احنا عندنا الميكس دابلز لازم يبقى جوه ال 50 عشان يتأهل. عشان يتأهل. انتوا السنه اللي فاتت تأهلتوا ودخلتوا يعني بصعوبه. بصعوبه دخلنا بصعوبه. يعني انا فاكر اولمبياد طوكيو احنا دخلنا 50 او 49 48 49 انا فاكر، لان كان في بين دولتين اعتذروا. بالظبط. انا فاكر قصه زي كده. فده اللي دخلنا، ودخلنا في دخلنا فردي سيدات كان الضحى، ودخلنا زوجي سيدات ضحى وهادي حسني، ودخلنا ميكس دبلز كان ادهم وضحى. ده احنا مسينا في البلان حطيتها بامانه. تمام. بس هو الاتحاد ما نفسه يحقق لك كل اللي انت عايزه، ما هو المستشار محمد كمال او كابتن علي حسب الله، لا عايزين يعني عايزين يدولك كل اللي انت عايزه. هل اللي حضرتك حطيته اتوافق عليه ولا كان عندك مشكله في التمويل؟ احنا الخطه دي كلها احنا رحنا عرضناها في الوزاره، وقعدنا مع اللجنه الفنيه الموجوده في الوزاره. ممتاز. واتعرضت عليهم، وبعد كده بيجي لنا الدعم جزئي بعد كده من الوزاره. بيجي على شكل دفعات. يعني بيجي على شكل دفعات. تمام. سليم. وبننفذ البرنامج بتاعنا طبقا للخطه اللي احنا عاملينها. هل فصلوك يا كباتن؟ يعني بص خلينا نتكلم والله مش قصدنا. لا ما بيحصلش فصال ولا حاجه. يعني هل بيقول لك لا طب دي مش عارف ولا 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 الوزاره؟ لا احنا دلوقتي بنشوف المنتخب بتاعنا مثلا احنا محتاجين البطوله دي ولا لا. النقط بتاعتها هتعوض. احنا لازم اللعيب بتاعنا بيبقى عنده 10 بطولات بتحسبوا له. لازم. سليم. مش كل البطولات اللي بيلعبها لو لعب 20 بطوله هو هتحسب له 10. فانا بنشن على 10. فلا مش موضوع 10، احنا بنلعب ممكن اكتر. اكتر عشان نحسن. ما ممكن يبقى 10. ينور عليك. العب 15 عشان اخد منهم احسن 10. احسن 10. تمام. فاحنا لو عندنا بطولات وقعت مننا يعني ما حققناش فيها التارجت اللي احنا عايزينه، فبنحط بطولات بديله علشان نعوض البطولات دي. يعني قصدي اقول لك ان انت بتلاقي الدعم. بنلاقي الدعم. بتلاقي الدعم. بنلاقي بس الدعم. هو ده سؤالي من غير لف ولا دوران. لا 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 الحقيقه احنا بنلاقي الدعم اللي انت طالبه من وبنلاقي السبورت من الاتحاد ومن الوزاره، وبصراحه ما فيش تاثير. بس. يعني اي حاجه احنا طلبناها في الفتره اللي فاتت للمجموعه 2024 شغالين يا كابتن. بص الشغال بيفرض كلمته على اي حد، واللعيبه اللي بتجتهد لقيناها يعني. ما بيفرض كلمته على اي حد. اعتقد اللي جنب حضرتك دي هي اللي بتتكلم. بالظبط. الله ينور عليك. طيب انا عايز بقى اجي لك يا كابتن، انت كلاعب بقى ومريت عصور، مريت على عصور، انت كابتن فريق وكابتن منتخب مصر بسنين، برضه بدون تزويق للسؤال، انت شايف ان احنا انا يهمني كواحد يعني اعلام وميديا ان انا اطمن على منتخب ان احنا بناخد خطوات لقدام، شايف ان الاهتمام والرعايه والدنيا دي ماشيه للاحسن حتى لو بطيئه، بس شايفها ماشيه للاحسن؟ هي ماشيه للاحسن. بدليل زي ما حضرتك سالت كابتن محمود ان الخطه يعني زي يعني جمله حضرتك قلتها ما فيهاش فصال. ما فيهاش فصال. هي دي اللي هتوصلني. انا بقعد مع اللجنه الاولمبيه اعتمدت بروح للوزاره اقعد يا باشا اللي انت عايزه ده، اصل انتوا البادجت بتاعكم هيبقى ايه؟ يعني كل القصه دي انا بتكلم في 5 6 مليون جنيه مثلا مثلا. فانا ما بتكلمش في رقم كبير. هي بس يعني دلوقتي الارقام زادت شويه. الارقام زادت شويه بعد الزيادات اللي حصلت. بعد الزيادات هيحصل. بالظبط. لان تذاكر الطيران غليت والاقامات غليت بس ولا حاجه. ما بيحصلش فصال. بس انا هرجع بقى انا عايز بقى اتكلم مع كابتن احمد بس هطلع لفاصل. اتفضل. هنتكلم عن البطولات، هناخد سنه فاتت كده وانت على مستوى الشخصي شاركت في كام بطوله بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا على ريشه الطائره واستعداداتهم لباريس 2024 ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن اوجه سؤالي طبعا لكابتن احمد عن المشاركات المنتخب. ناخد سنه 2022 كمثال، المنتخب شارك في كام بطوله؟ طبعا بطوله افريقيا دي محسوبه معانا، دي اهم واحده. طبعا اهم واحده. احنا كان بدايه السنه يمكن بعد الاولمبيكس
كان في ادهم وضحى كان عندهم معسكر خارجي تبع الاتحاد الافريقي، يمكن كان في الدنمارك، وبعد كده راحوا رجعوا على هنا. كان عندنا بطولات البحر المتوسط، تمام، دي كانت اول واحده احنا شاركنا فيها. يمكن حضرتك ذكرت ان احنا الحمد لله ربنا كرمنا اول ميداليه في تاريخ الريشه الطايره المصريه كانت ضحى هاني. يعني مش عايز اقول لحضرتك الميداليه دي كانت بالنسبه لنا يعني نقطه تحول، احنا عمرنا ما جبنا ميداليه في البحر المتوسط، تبقى صعبه جدا لان احنا فيها على البحر المتوسط في الدول اللي في اوروبا من اعلى الرانكات في العالم، مش بالظبط مش في المنطقه، لا ده في العالم فعلا، في العالم بالظبط. فان احنا ناخد ميداليه، عندك اسبانيا، عندك فرنسا، اسبانيا فرنسا وتركيا، دول من اعلى الثلاثه في العالم مش بس هنا بالظبط. يعني اسبانيا فيها بطله العالم واخده الاولمبيكس وثلاثه بطله عالم، فيعني الموضوع بيبقى صعب جدا. فالدوحة دخلت خدت ميداليه فني كان برضه بالظبط، كان معانا كابتن محمود. فدي كانت اول ميداليه كان ليها طعم بقى شويه، ان احنا لا احنا ابتدينا نتحط على التراك مظبوط، ويمكن ابتدينا نحس بالمجهود اللي احنا عملناه. اديتكم امل بالظبط. بعديها كان المنتخب بقى كان ليه خطه اللي هو بقى بيطعم بالشباب، وراحوا سفريه بطوله بنين، يمكن كان ادهم ومحمد مصطفى وكريم وضحى ونور. لا 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 22 عملوا برضه نتائج كويسه جدا. طلع كم الاتحاد اللي بعتهم ولا لا دعوه؟ الاتحاد تمام. بعديها كان عندنا بطوله مصر الدوليه اللي مصر نظمتها، من اصعب النسخ. الناس ابتدت ترجع تسافر وابتدت تلعب بطولات، وقت الفريزنج حوالي 36 دوله كانت موجوده فالبطوله دي كانت بطوله كبيره جدا يعني. الحمد لله ربنا كرمنا بميداليه برونز. كنت انا هنقف عند بطوله مصر الدوليه بس لازم يكون معانا رئيس الاتحاد الكابتن علي حسب الله، رئيس الاتحاد المصري الدكتور كمان كابتن الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري للريشه الطائره. اهلا بك يا دكتور. اهلا بحضرتك واهلا بالساده مشاهدي قناه النادي الاهلي، القناه المحترمه، القناه العلميه، القناه التي تسعد جماهير النادي الاهلي. متشكرين يا دكتور على المقدمه دي، ده احنا اللي بنشكرك على المجهود اللي حضرتك بتبذله وباقي اعضاء الاتحاد والمنتخب سواء رجال وسيدات. ربنا يكرمكم وتكملوا في المشوار. كابتن يمكن يعني انتوا عليكم عبء كبير وطمعتوا الناس اكتر واكتر في الريشه الطائره ان هي تقدر توصل بينا للعالميه، خاصه بعد ميداليه البحر الابيض المتوسط كاول ميداليه لينا في هذه البطوله الاقليميه. شايف الدنيا ماشيه ازاي يا كابتن؟ شايف يعني الامور مساعداك ان انت ممكن تطلع لقدام بهذه اللعبه؟ والله انا بحييك الاول على الاسئله الجميله بتاعتك، وبرحب اسمح لي يعني ارحب بمحمود عزت واحمد صلاح لان هم من اعمده المنتخب المصري ريشه الطايره. حضرتك استاذ الاتحاد المصري ريشه الطايره اسس سنه 1991، تمام، يعني يعتبر من الاتحادات الحديثه ليس له تاريخ طويل. صحيح. وبالنسبه لمقارنتي بالتاريخ والانجازات اللي حتى هذه اللحظه، اعتقد ان الاتحاد ماشي في طريق سليم. طريق سليم ده بيعني استخدام الاسلوب العلمي مع كافه المستويات. نمره 2، اهتمام بالناشئين والناشئات والشباب والاجيال التي نتوعد بها. يمكن كانت طفره الميداليه التي حققتها الريشه الطايره ولاول مره زي ما الكباتن قالوا في بطوله البحر الابيض المتوسط التي تضم اعلى دول في العالم. الخطط اللي تتكلم عنها كابتن محمود عزت، وانا ببارك له على بطوله افريقيا الحقيقه كمدير فني، ومحمود طبعا انا عشرتي معاه فتره طويله وهو راجل متعلم وراجل جيد جدا في اعداده، والحقيقه ما فيش خطه بيعملها الا لما بيعرضها على الاتحاد. وبالتالي احنا كاتحاد مصر ريشه الطايره ملزمين ان احنا نوصل الخطه دي لوزاره الشباب والرياضه علشان يستطيع المجلس الاداره ان ياخد الدعم اللي بيكون موجود من وزاره الشباب والرياضه. الحقيقه انا بحيي الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، وبحيي الدكتور كمال درويش رئيس اللجنه العلميه في المجلس في وزاره الشباب والرياضه، لان اللجنه العلميه دي عليها دور مهم جدا، بتناقش الاتحادات اللي بتدي وعود لانها تحضر ميداليات،
وبالتالي احنا تناقشنا في الخطة دي مع اللجنة العلمية برئاسة الدكتور كمال درويش، وبناء على المناقشة بيقنعونا بان احنا في بطولات طبعا نروحها، في بطولات ما بنروحهاش، وبناء عليه بيبدأ يحدد الدعم المادي اللي هي الوزارة بتديه للاتحاد. وبالتالي احنا الحقيقة انا بشكر مرة تانية لان الوزارة ما بتتأخرش عننا في اي دعم طالما ان هم بيقتنعوا بالخطط. زي ما قال محمود عزت، في خطط قصيرة المدى وفي خطط طويلة المدى. نعم. ان شاء الله احنا بنوعد ان احنا عندنا 3 لاعبين هيؤهلوا للدورة الاولمبية 2024 في فرنسا. ان شاء الله. دكتور، يمكن محتاج اسأل حضرتك سؤال. يمكن في قانون الرياضة رقم 71 ل 2017 كان يعني في تعريف الهيئات الرياضية والاتحادات انه من اول بند يمكن في البداية خالص دور الاتحادات هي نشر اللعبة. طمني عن عدد مشاركين، يعني حضرتك قلت في بداية كلامك يعني متفضلا قلت ان حضرتك شغال على اللعيبة الصغيرة والبراعم وكده عمومية، يعني هل حضرتك لامس تغيير او استجابة من مجتمع الرياضة في زيادة عدد اللاعبين واللاعبات البراعم وكمان أعضاء الجمعية العمومية؟ والله حضرتك المشكلة إن الريشر الطائرة رياضة مكلفة. نعم. نمرة واحد، ما فيش بطولات عالمية أو محلية أو إفريقية بتقام خارج الصالة. فمبدئيا عشان تمارس ريشة طائرة لازم يكون داخل صالة مخطط. صحيح. لأن الريشة الطائرة سهل جدا اتجاهات الهواء وتأثير الهواء عليها بيغير اتجاهاتها. صح. وبالتالي ما فيش بطولات رسمية بتلعب خارج الصالة. فنمرة واحد عشان تمارس لازم يكون عندك صالة مغطى. نمرة اثنين، الأدوات الخاصة برياضة الريشة الطائرة قد تكون قريبة من أدوات الخاصة برياضة التنس الأرضي. نعم. وبالتالي في مضارب عندنا بتعدي 5000 جنيه. علب الريش اللي هو تعادل الكرة في الألعاب الجماعية، ريشة اسمها الريشة، عشان كده اللعبة اسمها ريشة طايرة. نعم. فالأداة اللي احنا بنلعبها بالمضرب الريشة نفسها، علبة الريش دلوقتي اللي فيها 6 ريشات قد تصل إلى 600 و700 جنيه. ده الصناعية كمان يا دكتور، الأصلي اللي بتيجي تلعب بيها المباريات اللي هي بتبقى معمولة من مواد طبيعية أغلى من كده بكتير. ده الريش الطبيعي اللي حضرتك بتتكلم عليه. الريش الطبيعي، بس هو معلومة زي ما وصلتنا المعلومة من زمن طويل ان الريش الاول بيجيبوه من الوز. صح. انا ما اعرفش هل الوز ده موجود دلوقتي ولا انقرض. يعني هي المشكله مش في الوز، المشكله ازاي تصنع الريش في الوز. عايز علم تاني عشان دي بالميزان. فبقول لحضرتك الادوات بتاعه الريشه الطايره مكلفه جدا. مكلفة. وبالتالي عشان ادخل نادي طبعا هيبقى محتاج يحجز لي صاله ويصرف ادوات وملابس وكده، لكن يعني احنا بقدر امكاننا بنسهل الامور. صحيح. احنا كاتحاد بناخد دعم كويس جدا الحمد لله من الوزاره، وبنحاول نساعد الأندية أو مراكز الشباب اللي هي بتمارس في الطريق الصحيح. صحيح. وبروح أشوف الملاعب وبشوف هل هو فعلا جدي ويشارك في نشاط الاتحاد ولا لا. احنا فعلا كنا بدأنا من 61 كانت الأعداد قليلة جدا، لكن أنا بطمن حضرتك دلوقتي يعني لاعبين ناشئين، لاعبين ناشئات، لاعبين كبار قد يتعدوا 10,000 لاعب. برضه عدد قليل بالنسبة للعبة. الريشة الطايرة بتعتبر لعبة فردية وتعتبر أيضا لعبة جماعية. نعم. لعبة الفردية اللي هي فيها 5 ميداليات في دورات الأولمبية، فردي رجال، فردي سيدات، زوج رجال، زوج سيدات، وزوج مختلط. صحيح. 5 ميداليات، يعني قصدي اقول لك ان هو لا، لعبه ليها 5 ميداليات ده رقم كبير جدا. بالظبط يا فندم. فخمس ميداليات، وبالتالي دي السنجل بتاعنا. برضه في نفس الوقت بيلعب بطولات الفرق زي البطوله التي اقيمت في جنوب افريقيا منذ حوالي 20 يوم تقريبا، ومصر حصلت على المركز الاول في وجود 13 منتخب زي ما تفضل محمود عزت المدير الفني. الفرقه دي كلها بتستعد من سنوات للبطوله دي، لكن ربنا كرمنا وربنا كان واقف مع المنتخب. ده لا يقلل ان فعلا اللاعبين واللاعبات ومن خلال
برنامج حضرتك النادي الأهلي، أنا بتوجه بالشكر للاعيب المنتخب، وتوجه بالشكر لمحمود عزت اللي هو المدير الفني، وأنا بوعد حضرتك إن احنا إن شاء الله أول ما هنبدأ نعرف إن احنا لعبتنا تأهلوا ماجي مع حضرتك في الهواء. طبعاً تنورنا وتشرفنا. شرف ليا حقيقة. لا شرف لينا، أبطال كبار وناس محبة لبلدها وبتشتغل من أجل رفعة اسم مصر، يشرفنا طبعاً يا دكتور، وتيجي هنا وتعلن بـ 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 بوصول لعبتنا للأولمبياد، ويبقى ده دعم احنا بنقدمه ليكوا كأبطال. أشكرك، وحتى شوف الفيديو اللي حضرتك بالرغم ان هو وقته قليل قوي، لكن شفت اللاعبين بعد النصر، لان الحقيقه لما اترفع على مصر انا كنت متابع الفريق في جنوب افريقيا، مش عايز اقول لك مباراه كل شوط متابعه وكل نقطه متابعها. اول ما انتهت المباراه ما عندكش فكره الفرحه اللي انا شخصيا كنت فيها. أكيد. لما عرفت ان علم مصر والسلام الوطني المصري اهو زي ما حضرتك عرضت على الشاشه. يعني واجهه مشرفه، فانا الشكر كل الشكر للنادي الاهلي وقناة النادي الأهلي إن أنتوا بتجيبوا الاتحادات اللي هي بتعمل إنجاز. طبعًا يا دكتور طبعًا، وده حقكم، ده حقكم يا دكتور. بعد الإنجاز طبعًا. أطلع أقول لا، وقبل الإنجاز أنا أدعمك يا دكتور والله صدقني، ومش حضرتك أنا بس كل الاتحادات اللي شغالة. أشكرك وبحيي أسلوبك الراقي، وبحيي قناة النيل للمرة، لو قلت مليون هيبقى قليل عليه. متشكرين يا دكتور يعني، وبنشكرك على الكلام الرقيق ده. دكتور طبعا علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لريش الطائره كان معانا عبر الهاتف، بشكر حضرتك شكرا جزيلا، ونتمنى لحضرتك واتحادك الموقر كل التوفيق، وطبعا واللعيبه طبعا المنتخب والجهاز الفني بقياده كابتن محمود عزت. يمكن اجي لك برده يا احمد، احنا وقفنا عند طبعا دكتور علي، يعني الصراحه الطاقه الايجابيه في كلامه الحقيقه خلتنا يعني نحس قد ايه الجهد المبذول. طيب خلينا نرجع للبطوله مصر الدوليه بالزبط. دي كانت هي توقفت شويه ورجعت صح، ولا دي كانت اول نسخه؟ هي لا، هي دي النسخه الخامسه او السادسه، هي بس توقفت سنه واحده بس عشان الكورونا مش اكتر. بعد كده اتلعبت عادي جدا. دي كانت من اقوى البطولات، لان هي طبعا نرجع نقول بقى موقع مصر الجغرافي اللي بيسبب ان كل البلاد تقدر تيجي. نعم. طيب مع كل البلاد تقدر تيجي، يعني كل اللعيبه الجامده المصنفه عالميا هتقدر تيجي البطوله، فده بيبقى عبء علينا احنا ان بطوله في بلدنا. بس حلو، هو حلو طبعا، حلو احتكاك وحلو طبعا كمصدر للبطوله نفسها، وبيدي قوه للبطوله. وفي نفس الوقت عبء علينا احنا ان احنا لازم نحقق حاجه، لان ما ينفعش البطوله تبقى في بلدنا وما نحققش حاجه. طبعا الحمد لله ربنا كرمنا وجبنا ميداليه برونزيه، كنت انا وادهم حاتم في زوج الرجال ما شاء الله، وكان احتكاك قوي جدا. يمكن كان فيها افريقيا جدا كتير كتير، مفيش مقارنه، مستوى مختلف خالص، مستوى مختلف تماما فعلا، يعني مستوى عالمي مش مستوى قاري بقى خالص. طيب اجي لك، خليني بقى اجي لك يا كابتن محمود. يمكن في الفاصل واحنا قاعدين بنتكلم بندردش مع بعض، كنت عايز تقول حاجه عن كابتن احمد صلاح كابتن المنتخب اللي معانا في الاستوديو على فكره، عشان الناس. كابتن احمد صلاح معانا في الاستوديو، اتفضل. هو انا كنت عايز اقول كلمه في حقه بصراحه. البطوله اللي فاتت في جنوب افريقيا هو احمد صلاح تفوق على نفسه فيها للامانه، لان هو في الماتش بتاع دور الثمانيه في اوغندا كان بيلعب براين في الفردي، وكان في الشوط الثالث كان خسران 20. عرفنا اللعيب اللي بيلعبه مين؟ ما هو براين احد ابطال افريقيا. احد ابطال افريقيا هو من اوغندا. كان احمد صلاح يعني كان ماتشات 1-1، والشوط الثالث كان لصالح براين 20-16، وال يعني ناقص له شوط 20. كان ناقص له شوط نقطة واحدة بس ويكسب المباراة. تاني رومنتادا تاني اعمل فيك يا كابتن تاني. احمد ركز تركيز عالي جدا. ومن نقطه ال 16 لل 20 تقريبا ما كانش ولا سامع حد ولا شاف حد غير الملعب. يا خبر ابيض يعني، بس صعبه. فالموضوع كان صعب قوي، كان مركز قوي. وجابوا 20 لعبنا على اثنين، ولعبنا على اثنين وخد ال 2 ست نقط ورا بعض. الله اكبر، الله اكبر. فيعني بصراحه في وسط ذهول الصاله وذهول، هو عمل ايه بعد ما خيبش نظرتي فيه يعني. انا هو احمد دايما بيجيب براين يعني دايما. نزلت براين. فانا نزلت احمد مخصوص علشان. طب براين اكبر ولا احمد؟ لا احمد اكبر. احمد اكبر, أحمد أكبر. يعني براين اصغر منك؟ براين اصغر ب 11 سنه تقريبا. بص بالصلاه على النبي، ما يهمناش. الصلاه على النبي، بص احنا هنخش اكبر منا 11 12. لا لا هو 11 سنه ومفروض هو لما يبتدي الوقت يعدي هو اللي يبقى انت اللي تتعب. هو اللي يتعب، احمد اللي يتعب معي برضو. فاحمد يعني انا بحييه
وبحييه على رجولته في الماتش ده وفي البطوله عموما، ما شاء الله لان هو كان دينامو بتاع المكسب، لا يقلل طبعا من مجهود ادم حاتم. ادم لعب ماتشات قويه جدا، ولعب برده ماتش حلو جدا جدا في السيمي فاينال مع جنوب افريقيا، وكانت وجهه نظري في ادم برده مظبوطه ان هو يقدر يكسب اللعيب بتاع اسمه ايه؟ جنوب افريقيا روبرت وايت، وقدر يكسبه فعلا. وجهه نظري ان هو يقدر يكسب الماتش ده، وفعلا ادهم نزل كسب الماتش ده. وكانت المفاجاه بقى في ماتش جنوب افريقيا نور 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 بصراحه. يعني البنت اللي كانت بتلعبها من جنوب افريقيا اللي هي جوهانيتا دي كانت بطل افريقيا، ونور خسرانه منها في شهر 12 اللي فات في بطولتين في بوتسوانا وجنوب افريقيا. فرق السن قد ايه؟ مش كبير يعني، سنتين ثلاثه ما بينهم. نور اكبر؟ لا نور اصغر. ونور كانت لسه خسرانه منها مرتين في شهر 12، يعني في شهر 12 اللي فات. نفسيا اللعيبه بس جنوب افريقيا راكبه عليها نفسيا. الحمد لله توفيق من عند ربنا. كنا اتكلمت معاها وقعدنا قبل الماتش، وكان الماتشات اللي هي خسرتها كانت قريبه قوي، كانت 2-1، فكان في زقه شويه. وهي كانت نازله ما فكرتش في الماتشات اللي فاتت، وكانت مفاجاه لكل الصاله ان هي جابت الماتش ده. كسبته كام بقى؟ كسبت 2-0. 2-0 ده كمان ده اكتساح. اكتساح في ملعبها وعلى ارضها نفسيا. بس حضرتك قعدت معاها، الموضوع ما شاء الله عليها. يعني هي ابهرتني انا كمدرب، لان هي تفوقت برضه على نفسها زي احمد كده بالظبط. نور وضحى بيلعبوا مع بعض زوجي. نور وضحى، ضحى ممتازه. من اللاعبات الممتازه، ولعبت معايا بطوله بحر ابيض المتوسط دي، كانت في 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 مستوى حلم. وهي صدقت واقتنعت بان احنا نقدر نعمل، والحمد لله ربنا كان موفقنا. ولو حضرتك يعني كان في فيديو موجود، مش عارف مش هتلحقه، ممكن تجيبوه لو موجود. فعلا قدرت ان هي تحقق البطوله دي وتوصل بينا للسيمي فاينل، ولعبت ماتش فوق تاريخي بالنسبه لها. طبعا ميداليه. بس احنا عشان الوقت بيعدي في 30 ثانيه، امنيت حضرتك كابتن محمود قبل ما اروح لكابتن احمد 30 ثانيه بعد اذنك؟ امنيتي ان احنا نوصل للعالميه، واحنا عندنا كوادر كتيره موجوده في مصر، وعندنا لعيبه كتيره قوي، وعندنا خبرات كويسه، ونقدر ان شاء الله ان احنا نوصل للعالميه لو ان احنا مشينا بالاسلوب العلمي اللي قال عليه دكتور علي حسب الله، وان احنا نقدر نوصل للمستويات العالميه. هتوصل وان شاء الله. هنوصل باذن الله. ثقه فيك كابتن احمد. يعني اتمنى ان احنا نبقى في منصه تتويج اولمبياد. بس الله، وهيحصل ان شاء الله باذن الله. كل النجاح بيبتدي بحلم ان شاء الله، وانتوا قدها ان شاء الله. وعايز اقول لكم على حاجه، انتوا فيكم جدا من روح بلس 90 بلس 90 بتاعت النادي الاهلي. طبعا اللي انا بسمعه النهارده ده بلس 90 بتاع النادي الاهلي. 2-0 وعوض اكسب 3-2 في ماتشين، في 3 في 4. انتوا ما شاء الله روح النادي الاهلي. كابتن احمد صلاح كابتن منتخب مصر ريشه الطائره، بشكرك، نورتينا وشرفتينا. شكرا لحضرتك، ربنا يخليك. شكرا كابتن محمود عزت المدير الفني لمنتخبات الريشه الطائره بمصر، بشكرك، نورتينا وشرفتينا، وزيد توفيقك. شكرا لحضرتك جدا، وسعداء بمقابله حضرتك. انت اللي حضرتك نورتنا بامانه. ربنا يخليك. اعزائي المشاهدين، ده كان لقائنا النهارده. حبينا نوريكم قد ايه الجهد المبذول. رئيس الاتحاد الدكتور علي حسب الله كان معانا، شفتوا قد ايه ناس بتشتغل، ناس بتفكر، ناس بتبذل مجهود. كابتن منتخب كابتن احمد صلاح، المدير الفني كابتن محمود عزت، الاثنين شفتوا قد ايه هم شغالين وقد ايه حلمهم يحطوا مصر قدام. كان لازم نجيبهم معانا النهارده برنامج الابطال، ونعيشكم حلمهم قد ايه هم يتمنوا لمصر كل الخير. اعزائي المشاهدين، بشكركم شكرا جزيلا لحسن المتابعه، والى حلقه جديده من الابطال. اهلا بحضراتكم من جديد، وفي البدايه برحب بكابتن محمود عزت، المدير الفني للريشه الطائره ومدير الفني لمنتخبات مصر ريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن محمود. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا في قناه النادي الاهلي. اهلا وسهلا، شكرا. بنرحب بالكابتن احمد صلاح ضيفنا للمره الثانيه، كابتن منتخب الريشه الطائره. اهلا بيك يا كابتن احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، نورنا ونور قناه الاهلي. يا ربنا يخليك، دايما متشرفين كده بحضرتك. يعني بعد بطوله افريقيا دايما لينا معاد على طول. طبعا، والذهب معانا هو اللي وريه لحضراتكم الميداليه الذهبيه، كله معانا هنا في الاستوديو. كابتن محمود، اجي مع حضرتك. يعني في جهد بيبذل في الريشه الطائره، وفي تخطيط بيبذل في هذا المجال او هذه اللعبه. خلينا ناخد يعني خط ونبتدي من بعده. باريس 2020، طوكيو 2020 اللي هتلعب 2021، خلصناها
عايز اتكلم بقى من هذا التاريخ الى الان، ايه اللي حصل واشتركنا في ايه وكان التخطيط ازاي وقعدت وقلتوا ايه مع الاتحاد؟ احنا حطينا برنامج مع الاتحاد المصري للطايره، وكان استاذ محمد كمال في الفتره دي هو اللي ماسك الاتحاد، نائب رئيس الاتحاد حاليا مع دكتور علي حسب الله، وحطينا بلان كبيره ان احنا لازم نرفع من الرانك الدولي بتاع اللعيبه بتاعتنا. وكانوا هما في الفتره دي كان اللاعب ادم حاتم وضحى هاني ونور احمد يسري، وكان معانا كابتن احمد صلاح في المرحله دي. وابتدينا عملنا لهم تجارب، والحمد لله قدرنا ان احنا نرتقي بالرانك الدولي بتاعهم، ووصلنا ان احنا دخلنا جوه الخمسين بالنسبه للميكس دبلز ادهم وضحى، ووصلنا اول افريقيا ادهم، ووصلنا اول افريقيا ضحى، ووصلنا تاني افريقيا نور. وبعد كده طيب احنا كنا قبل كده فين؟ عشان برضو انا دايما احب اعمل كومباريزون ما بين احنا دلوقتي وصلنا اهو ما شاء الله، وخدنا حتى وحضرتك موجود خدنا اول بحريه من اول ميداليه، اول ميداليه في بحريه المتوسط اللعبه دي بحريه المتوسط في الجزائر، واللي جابتها ضحى صح؟ ضحى انا مذاكر كويس بس طيب. المهم إيه كنا فين وبقينا فين عشان الساده المشاهدين يبقوا حاسين بالجهد اللي اتبذل قبل انجازاتنا دي. كنا فين؟ كنا كام افريقيا مثلا؟ يعني احنا كنا يعني احنا 2017 احنا خدنا البطوله دي في جنوب افريقيا. ممتاز سليم. بعديها احنا يعني بعدنا شويه عن المستوى الافريقي، وبعد كده رجعنا تاني في 21 بعد ما حطينا البلان وخدنا تاني بطوله افريقيا سنه 21. ممتاز سليم. يعني الميكس بعدنا 17 كنا فوق و20 خدنا بطوله عندنا حاجه اسمها تيم ايفنت ابر وتوماس كاب، البنات لوحدها والولاد لوحدها. خدنا في 2020 اللي هي اتلعبت يوم 2020 قبل الكورونا على طول، خدنا اول بنات وتاهلنا لكاس العالم. ممتاز. بالنسبه لافريقيا وكانت المجموعه كانت بتضم هادي حسني طبعا ابل موجوده حاليا، وكانت ضحى وكانت نور وكانت معاهم رحمه العدوي. دي المجموعه اللي كسبت في 2020 وطلعت كاس عالم. ممتاز. جينا بعديها عملنا احلال وتجديد لمنتخب البنات لان كانت هادي اعتزلت بعد طوكيو 2021 وهي لعبت اخر بطوله ليها في طوكيو. نعم. بعديها اعتزلت وابتدينا نعمل منتخب جديد للبنات. وقدرنا في 2022 ان احنا ناخد نفس البطوله بجيل جديد. تمام. في 2022 في اوغندا السنه اللي فاتت. فبراير السنه اللي فاتت. خدنا يعني الكيرف طالع تاني البنات. اول. خدنا تاني اول وخدنا وسيطرنا في البطوله دي على معظم الميداليات، خدنا في البنات اول وخدنا في الرجال تاني. وخدنا في الفرديات اول تاني تالت فردي بنات، وبعد كده خدنا تالت فردي رجاله وخدنا تاني زوجي رجاله كان موجود فيه احمد صلاح، وكان موجود في البطوله اللي قبليها في النسخه اللي قبليها في 2021 كان ادهم اول واحمد صلاح كان تاني. طب خلينا نقف عند 2022 عشان يعني ناخد الخطوه العاديه بس اجي لك يا كابتن احمد. انت الله اكبر شاركت في كل الايفنتات اللي فاتت دي كلها الحمد لله. شايف الدنيا ايه؟ انت برضو انا باخد رايك كلاعب يعني انت طبعا كابتن الفريق وليك جزء اداري كمان مع اكيد مع المدير الفني، ولكن انا بكلمك من رؤيه لاعب. شايف ان احنا الدنيا ماشيه للاحسن؟ شايف ان احنا نقدر نروح لنقطه ابعد بالشغل ده؟ هو زي ما حضرتك بتقول يعني لو حطينا اللاين زي ما حضرتك بتقول من طوكيو 21 لا في بروجريس بيحصل بالذات بيبان في اللعيبه الجديده اللي بتخش المنتخب. يعني في 2021 احنا كان معانا ناشئه كانت معايا انا مع حضرتك اللي هي جنى هشام كانت يعني اصغر لعيبه في البطوله واخده اول افريقيا ما شاء الله. فانا فاكر دلوقتي في الولاد في عندنا محمود منتصر وكريم عزت كان من اصغر اللاعبين في البطوله شباب كام سنه؟ 19 و20. الله اكبر يعني في جيل جديد اهو بالظبط معايا انا وادهم موجودين واخدين بطوله افريقيا. فلما يتحط له في السي في ان هو بطل افريقيا في الوقت ده 19 سنه في بروجريس بيحصل على اللعيبه الناشئين اللي طالعه. الحاجه الثانيه لما نوصل للرانك بتاعنا ان احنا الحمد لله الميكس دبل بتاعنا محافظين عليه ان هو ال50 على العالم دي حاجه كويسه. الفردي البنات ضحى الاول على افريقيا احنا محافظين عليه. طب ضحى الرانك العالمي اخبارها ايه مثلا؟ ال 105 او 103. طب يعني بيزيد هو ده اللي انا عايزه يعني احنا بناخد خطوه الخطوه اللي جايه ان هي تكسر ال 100 وتخش جوه التوب 100 توب 100
نور ماشيه بخطى ما شاء الله عليها. نور يسري يعني جميلة. انا اتوقع ان نور يسري ما شاء الله لا يعني هتوصل ابعد من نور 2003 19 اكبر 20 سنه بالظبط. بتتكلم في اعمار سنيه صغيره. ما ده اللي احنا بنتكلم عليه البروجرس اللي حضرتك بتقول عليه من بعد 21. عندنا منتخب موجود الخبره مع الشباب مع الناشئين سواء انا الموقف بيتقال عليا بقى الخبره يعني بالظبط مع ادهم مازال محتفظ على في التوب يعني. فورم بتاعته دلوقتي ما شاء الله عندنا مع الناشئين بتوعنا سواء محمود او كريم اللي هو احنا بنعدهم اللي هو خلاص ما فيش ناشئين بقى انت بتكبر انت دلوقتي انت بطل افريقيا خلاص ما يعني ما فيش بقى ان احنا لسه واخد بقى خبره عشان محتاج اربع خمس بطولات عشان اخد لا خلاص انت دلوقتي انت راجل بطل افريقيا. نعم اتاهلنا من البطوله اللي فاتت ربنا كرمنا بعد ما خدنا اول بصعوبه بالغه عن البطوله اللي فاتت. الموضوع مختلف تماما كانت اصعب أصعب. وحافظنا على اصعب بمراحل يعني كتير كتير 15 دوله موجودة. دي الميداليه الذهب دي يعني مش عايز اقول لحضرتك ان دي صعبه جدا يا جماعه انا بس عايز دي ذهب بطوله افريقيا اللي كانت انا معلش هفضل ماسكها شويه كده لغايه ما تظبطوها. دي اللي خدناها في جنوب افريقيا مظبوط بالظبط. دي بس ميداليه شياكه قوي بصراحه وده هنا انا احب انا كنت احب الميداليات قوي انا يعني حتى وانا صغير كنت اخد الميداليات كنت اقعد ابص في الميداليه كده بحس انها هي دي اللي بتدي الفخامه النتيجه هي دي النتيجه بتدي فخامه للبطوله يعني بصوا يا جماعه دي الذهب منتخب الريشه الطائره بطوله افريقيا اللي فاتت اتعملت في جنوب افريقيا دي الميداليه بتاعتهم. ايوه شكرا نجيبها كده شويه ايوه ونشوف الناحيه الثانيه عليها قاره افريقيا حاجه شياكه يعني مجهود يعني كابتن احمد الميداليه شياك عايز اقول لحضرتك ان دي بالنسبه لي انا كشخص يمكن من اعظم البطولات اللي انا جبتها دي من اعظم طبعا مع الفريق يعني فعلا لصعوبة مستوى البطولة صعب المستوى كان عالي جدا وكل المنتخبات كانت عاملة معسكرات في ماليزيا ومعسكرين في بلادهم وجايبين خبرة كمان من برة يعني مثلا منتخب موريشيوس كان جايب خبير من برة من ماليزيا بيمرنهم وفي منتخب أوغندا منتخب كان الجزائر أسمع كله عاد فرنسا ومنتخب منتخب الجزائر كله فرنساوي من برة دي حقيقة ومنتخب الجنوب معسكرين معسكر دايم ولعبوا ثلاث بطولات دولية يعني قبل البطولة دي كانت صعبة جدا يعني كانت صعبة جدا عايز أقول لك إن أنت يا كابتن حتى يعني خليتنا يعني أنا نفسي كنت متخيل إنها بطولة سهلة معلش بس كلامكم دلوقتي لا أنتوا خدتوها من بق الأسد دي حقيقة احنا يعني ان احنا نكسب الجنوب في الجنوب ده كان ماتش صعب جدا بس خلص 3-2 تقريبا خلص 3-1 واحنا كنا مقدرين الحمد لله يعني كان في توفيق طبعا عند ربنا سبحانه وتعالى بس الحمد لله احنا كنا قاريين اللعيبة بتاعتهم كويس وعارفين احنا نقدر نكسبهم فين لعيبة جداد ولا قدام؟ اللعيبة بتوعهم هم بيجهزوا الفرقة دي من 2017 يعني اعمارهم زينا ولا اعمارهم لا اكبر مننا شويه بس هم يعني بقى لهم حوالي 5 سنين بيجهزوا الفرقه دي وهم وصلوا التوب فورم بتاعهم في السنه دي الماتش كان جامد يعني الماتش كان يعني برضو جداً. انا خدت راي حضرتك يا جهاز فني كلاعيبه الماتش كان صعب بتاع جنوب افريقيا احنا كسبنا جنوب افريقيا في جنوب افريقيا في 2017 لما خدنا البطوله حلو بس بعد كده حصل لنا دروب لحسن حظنا ان احنا لعبنا في نفس الصاله اللي احنا خدنا فيها البطوله نفس الحلو طيب فعلا حلو طبعا بالنسبه لنا يمكن دي اول جمله انا قلتها للمنتخب في اول تمرين لينا في الصاله قلت لهم انا لما دخلت الصاله دي جوهانسبرج ولا كنت جوهانسبرج 2017 كسبنا جنوب افريقيا في نفس الصاله دي وخدنا منها البطوله كان في لعيبه من اللي بيلعبوا لعبتهم امبارح كانوا موجودين في 2017 كان في اللي هم الناشئين اللي هو كانوا بيتعدوا زي اللي صغيرين اللي هم بقى التوب فورم دلوقتي اللي هم في التوب فورم بتاعهم دلوقتي احنا بنحاول نمشي في نفس البروجريس ان احنا يبقى عندنا الناشئين يتحط لهم الخطه بتاعتهم اللي هم الخمس سنين دي صور من البطوله صح يا كابتن ده التتويج بتاع السلام الوطني المصري لما اتعزف احنا على شمالنا الجزائر اللي هو في المركز الثالث المركز الثالث على يميننا جنوب افريقيا لا موريشيوس موريشيوس مركز ثاني موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر موريشيوس هي اللي خرجت الجزائر وجنوب افريقيا خدت كام خدت الثالث هم هتلاقيهم جنب موريشيوس هما في هما الاثنين لابسين اخضر فعلا حاجه عظمه بامانه يعني ربنا يبارك لكم يعني يعني السلام الوطني يعزف في بطوله زي دي والحقيقه يعني كانت غايبه من 2017 لا ربنا يوفقكم طيب جت 2021 هي دي اللي بعد جانا على طول احنا خدناها 21 وخدناها 22 خدناها بس 21 كانت سهله 21 كانت سهله كنا طالعين من كورونا وكان في لعيبه كتير ما بتتمرنش كان في لعيبه كتير النهارده دول جايين لك من ماليزيا وجايين لك من معسكرات من فرنسا وجايين لك من كل حته لا هو ما كانش حد مصدق ان احنا هناخد بطوله يعني من دور الثمانيه بعد دور المجموعات قابلنا اوغندا
اللي هي كانت عامله لنا مشكله في البطوله اللي قبليها، وكانت يعني كانت طب ليه اوغندا عندنا لعبتها فين؟ اوغندا احنا كنا كسبانين في البطوله اللي قبليها 3-2. ده ماتش الفاينل بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده كريم ومحمود دول الناشئين، دول الشباب بتوعنا. بص 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 الحماسه، يا خبر ابيض يا خبر ابيض يا جماعه. لا ادينا الفيديو ده يا جماعه، ده الواحد جسمه اشعر والله العظيم. ده ماتش عارف عارف اللحظه دي. بص 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 هيعمل ايه في الاعلان. بص بص مش مصدق الضغط العصبي وبتاع. يا خبر ابيض، لحظه جامده. وانت ده يدل ان انتوا كانت بطوله صعبه. يعني بقول لحضرتك ده ماتش مين اللي كان في الملعب؟ كنت انا وادهم. انا هو ادهم انت وادهم والصغيرين اللي واقفين بره، كريم ومحمود. كريم ومحمود والروح. بص 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 يا خبر ابيض، الماتش ده كان فيصل. بص بيخبط الماتش ده الفيصل اللي رجعنا ان احنا زوج البنات ينزل يخلص الماتش. احنا لو كنا خسرنا الماتش ده كنا خسرنا البطوله كلها. ده ماتش الفاينل كان ضد مين؟ موريشيوس. موريشيوس في توتال الماتش كانوا كسبانيننا 2-1. كان 2-1 في الماتش ده. ده الماتش الفايز، لو هم كسبوا كانوا 3-1 خلاص البطوله راحت. انت وصلت الماتش خامس. احنا وصلنا الماتش الخامس. احنا كنا خسرانين الماتش الاولاني والثاني. خسرنا خسرنا زوجي الميكس زوج المختلط. زوج المختلط. وخسرنا فردي الرجال. فردي الرجال دخلنا. ايوه تمام. ده في اول ماتشين. يعني 2-0 عملنا رومنتادا. بالظبط. رجعتنا بقى. عشان كده بقول لحضرتك نور ما شاء الله عليها. نور رجعتنا تاني وكسبت بطلة افريقيا فردي بنات. رجعتنا نور رجعتنا وكسبت كيت كانت بطلة افريقيا. بعد كده ادهم واحمد الماتش ده. وبعد كده ادهم واحمد. وبعد كده هم وقعوا بقى خلاص. يعني الماتش التاني كان بالنسبه لنا الماتش التاني. لا بس كان ضحى ونور. كان ضحى ونور. زوجي زيدان. هم اتكسروا. كان زوجي زيدان. يعني هم اتكسروا بعد الماتش التاني. اتكسر بعد الماتش ده اللي هو كان خلاص هو خير. كسب. دي بتحصل ليه؟ انت بتاخد واحده في الثانيه نفسين بينهار. هما فعلا نهاروا. والماتش التالت كان بالنسبه لضحى ونور كان سهل يعني خدناه بسهوله. يعني الفيديوهات دي ورت قد ايه. مش عايز اقول لحضرتك يعني لو في الفيديو ده اتعاد تاني لو في كلوز على الملعب. يعني انا وادهم، ادهم كان من الشده اول ما النقطه خلصت هو نازل يسجد في الارض. جاله كرامب في رجليه الاثنين. نام على الارض. راح فارد رجله. طب تاني يا جماعه. يعني هو قاعده لك اهو. يعني بص أيوة. حضرتك هو كان نازل يسجد فرد على فرد رجله. جاله كرامب في رجليه الاثنين. كرامب في رجليه الاثنين. لا بصوا تاني يا جماعه، دول كده هو نزل يسجد فجاله كرامب في الخلفيتين ففرد رجله وهو ساكت مش عايز يقوم السجود. مش قادر. لا هو مش عايز يرفع راسه فيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه تاني يا دوانا تاني. بص بص راح فارد رجله. طب هو قال لك انا جالي شده كده ولا ايه؟ بيقول لي انا يعني نازل اسجد نزل على رجليه الاثنين جاله كرامب. جاله كرامب رجله جامد. بازل مجهود جامد يعني. الماتش ده كان يمكن من اطول ماتشات في البطوله. قعد حوالي 53 دقيقه. 53 دقيقه في العاب المضرب كتير. كسبوا الشوط الاول واحنا كنا هنكسب الشوط الثاني. كنا كسبانين 20 كسبوا الثاني 16. لا كنا كسبانين 20-16. ايوه اتعادلوا معانا 20-20. ناقص لهم نقطتين ويكسبوا البطوله. احنا خدنا النقطتين ونزلنا الشوط الثالث نفس الكلام. كنا هنخسر. اتعاد. حصل يعني مش المنتدى بقى. هو من عند توفيق ربنا مش طبيعي. مش المنتدى. توفيق ربنا مش طبيعي. ايه بعد المنتدى؟ سوبر ريمونتادا مثلا نقول كده. كسبنا الماتش ده فرق الثلاث نقط. نزل بقى البنات خلصوا الماتش. كان ايزي لان هم كانوا في صدمه. هم كانوا في صدمه مش طبيعيه. مدربهم ايه بقى؟ جنسيته ايه؟ ماليزي. هم مش هتلاقي يعني اللعبه هي اساسها جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. جنوب شرق اسيا. هم كانوا مستحضرين لها جامد جدا. بس بعون اللي احنا مصريين 100% بجهاز فني مصري. وبص الحمد لله يعني الحمد لله. يعني قصدي اقول ان احنا عندنا بس يا كابتن برضو انا عايز اجي لحضرتك. احنا عايزين وكان الكلام ده برضو لما كنت معايا كابتن احمد واتكلمنا فيه. عايزين يعني نعمل بروجريس كمان في الرانك العالمي. يتعمل ازاي؟ ايه الطريق لكده؟ اما هو الطريق بتاعنا احنا قلنا ان احنا لازم بنعمل يعني احتكاكات دايما في معسكرات خارجيه بشكل دوري ولعب بطولات من خلال يعني من خلال المعسكرات الداخليه والخارجيه. يعني بنعمل معسكرات داخليه ومعسكرات خارجيه وبنطلع بطولات يعني دوليه. يعني محتاجين مشاركه في بطولات ناخد نقاط اكتر طبعا على المستوى الفردي. على المستوى الفردي وعلى مستوى الزوجي لا مجالتي. طب لا ده السبب اللي خليته اتنين لعيبه ادهم و ونور باين صح يطلعوا من جنوب افريقيا يروحوا ادهم وضحى راحوا الثلاثة راحوا بطوله ثانيه فين؟ في اوغندا. اوغندا تمام. راحوا لعبوا بطوله في اوغندا. ده السبب اللي انتوا بعتوها ليه؟ عشان يجمعوا نقط. بعدنا عشان يجمعوا نقط علشان التاهيل 2024. وهو الموضوع اصل انت المنتخب كام يا كابتن احمد؟ انتوا كام واحد؟ احنا رجال وسيدات وكله الهيصه دي كلها كام؟
يعني 12 بس الاساسي 4 و4 اللي هو 8 8 يعني قصدي اقول ما يجوش فرقه يعني قصدي اقول البادجت ما تبقاش كبيره يعني انت لو هتروح تلعب بطوله مثلا رجاله و8 بجهاز فني نقول 4 زيهم يا كابتن جهاز فني بدكتور بقى وبعثه كامله يعني 12 احنا بنتكلم في يعني عدد قليل يعني البادجت ما تبقاش محتاجه تبقى كبيره. طيب محتاج عشان تعلي الرانك تاخد بطولات، انت اول كل سنه بتجيب الاجنده بتاعت ماتشات الاتحاد الدولي كلها يا كابتن؟ اه طبعا بنعمل برنامج منها وبنشوف ايه اللي يناسبنا، اصل مش كل بطوله لعيبتك تقدر تخشها. ان كل بطوله ليها الرانك بتاعها المعين، يعني احنا عندنا بطولات فيوتشر دي ممكن اي حد يخشها، في بعد كده انترناشونال سيريس اعلى شويه، بعد كده بطولات تشالنج. وبعد كده عندنا سوبر 100 وعندنا سوبر 300 بعد كده عندنا سوبر 1000 ست ليفلات ست ليفلات كل بطوله من دول كل بطوله انت يعني بتشوف الكاتيجوري بتاع اللعيبه بتاعتك بتبتدي تخشها وبعد كده تلم نقط عشان تخش الكاتيجوري الاعلى منها وهكذا وهكذا وهكذا. طب انت يا كابتن قعدت حطيت خطه فنيه كده عرضتها على الاتحاد، احنا مش احنا هنا مش عشان نقول يعني احنا هنا بنساعد عشان بس ساعات بيبقى في حرج من الكلام. حضرتك حطيت خطه فنيه، انا كابتن احمد اهو انا عايزه يبقى خلال من هنا لثلاث سنين جايين في الرانك الفلاني، فدي خطته وده خطته وده خطته وده خطته. عرضت الكلام ده على الاتحاد؟ احنا فعلا احنا اوريدي بيطلب مننا الخطه بتاعتنا السنويه. تمام. اللي احنا شغالين عليها. حلو. وخطه 2024 يعني احنا عندنا خطتين. قعدت مع دكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد المصري لشؤون الطايره ونائب رئيس الاتحاد الاستاذ محمد كمال واعضاء مجلس اداره والناس المسؤوله عن المنتخب، وقعدنا وعرضنا الخطتين. عندنا اتجاهين، عندنا زي ما قال احمد من شويه في عندنا خطه للشباب الصغير ان احنا بنعدهم ان هم يبقوا نعتمد عليهم في المرحله اللي جايه. ده لونج تيرم بلان. ده لونج تيرم. هنقول بقى خطه طويله الاجل. وفي عندنا شورت بلان. شورت بلان. اللي هي اللي احنا عندنا الهدف بتاعنا الاساسي 2024 بتاعت باريس. شغالين احنا على ثلاث لعيبه وحاطين لهم البلان بتاعتهم وحاطين لهم برنامج الماتشات بتاعتهم بحيث ان احنا عارفين ازاي هناخد النقط بتاعتهم علشان نوصل يعني مثلا احنا عندنا الميكس دبلز لازم يبقى جوه الخمسين 50 عشان يتأهل. عشان يتأهل. انتوا السنة اللي فاتت تأهلتوا ودخلتوا يعني بصعوبة. بصعوبة دخلنا بصعوبة. يعني أنا فاكر أولمبياد طوكيو احنا دخلنا 50 أو 49 48 49 أنا فاكر لأن كان في بين دولتين اعتذروا. بالظبط. أنا فاكر قصة زي كده فده اللي دخلنا ودخلنا فردي سيدات كان الضحى ودخلنا زوجي سيدات ضحى وهادية حسني ودخلنا ميكس دبلز كان أدهم وضحى. ده احنا مثلنا في البلان حطيتها بامانه. تمام. بس هو الاتحاد ما نفسه يحقق لك كل اللي انت عايزه، ما هو المستشار محمد كمال او كابتن علي حسب الله لا وعايزين يعني عايزين يدولك كل اللي انت عايزه. هل اللي حضرتك حطيته اتوافق عليه ولا كان عندك مشكله في التمويل؟ احنا الخطه دي كلها احنا رحنا عرضناها في الوزاره وقعدنا مع اللجنه الفنيه الموجوده في الوزاره. ممتاز. واتعرضت عليهم وبعد كده بيجي لنا الدعم جزئي بعد كده من الوزاره. اه بيجي على شكل دفعات. يعني بيجي على شكل دفعات. تمام. سليم وبننفذ البرنامج بتاعنا طبقا للخطه اللي احنا عاملينها. هل فصلوك يا كباتن؟ يعني بص خلينا نتكلم والله مش قصدنا. لا ما بيحصلش فصال ولا حاجه. يعني هل بيقول لك لا طب دي مش عارف ولا الوزاره؟ لا احنا دلوقتي بنشوف المنتخب بتاعنا مثلا احنا محتاجين البطوله دي ولا لا؟ النقط بتاعتها هتعوض. احنا لازم اللعيب بتاعنا بيبقى عنده 10 بطولات بتحسبوا له. لازم. سليم مش كل بطولات بيلعبها لو لعب 20 بطوله هو ما هتحسب له 10 فانا بنشن على 10 سليم فلا مش موضوع 10 احنا بنلعب ممكن اكتر عشان نحسن ما ممكن يبقى 10 ينور عليك العب 15 عشان اخد منه احسن 10 احسن 10 تمام. فاحنا لو عندنا بطولات وقعت مننا يعني ما حققناش فيها التارجت اللي احنا عايزينه فبنحط بطولات بديله علشان نعوض البطولات دي. يعني قصدي اقول لك ان انت بتلاقي الدعم. بنلاقي الدعم. بتلاقي الدعم. بنلاقي بس الدعم. هو ده سؤالي من غير لف ولا دوران. لا 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 الحقيقه احنا بنلاقي الدعم اللي انت طالبه وبنلاقي السبورت من الاتحاد ومن الوزاره وبصراحه ما فيش تاثير بس. يعني اي حاجه احنا طلبناها في الفتره اللي فاتت للمجموعه 2024 شغالين يا كابتن. بص ما بيفرض كلمته على اي حد واللعيبه اللي بتجتهد لقيناها ما بيفرض كلمته على اي حد. اعتقد اللي جنب حضرتك دي هي اللي بتتكلم. بالظبط. الله ينور عليك. طب انا عايز بقى اجي لك يا كابتن انت كلاعب بقى ومريت عصور مريت على عصور انت كابتن فريق وكابتن منتخب مصر بسنين برضه بدون تزويق للسؤال انت شايف ان احنا انا يهمني كواحد يعني اعلام وميديا ان انا اطمن على منتخب ان احنا بناخد خطوات لقدام شايف ان الاهتمام والرعايه والدنيا دي ماشيه للاحسن حتى لو بطيئه بس شايفها ماشيه للاحسن؟ هي ماشيه للاحسن بدليل زي ما حضرتك سالت كابتن محمود ان الخطه
يعني زي يعني جمله حضرتك قلتها ما فيهاش فصال. ما فيهاش فصال. هي دي اللي هتوصلني. انا بقعد مع اللجنه الاولمبيه اعتمدت بروح للوزاره اقعد يا باشا اللي انت عايزه ده اصل انتوا البادجت بتاعكم هيبقى ايه؟ يعني كل القصه دي انا بتكلم في 5 6 مليون جنيه مثلا مثلا فانا ما بتكلمش في رقم كبير. هي بس يعني دلوقتي الارقام زادت شويه يعني الارقام زادت شويه لان بعد الزيادات اللي حصلت. بعد الزيادات هيحصل بالظبط لان تذاكر الطيران غليت والاقامات غليت بس ولا حاجه ما بيحصلش فصال. بس انا هرجع بقى انا عايز بقى اتكلم مع كابتن احمد بس هطلع لفاصل. اتفضل. هنتكلم عن البطولات هناخد سنه فاتت كده وانت على مستوى الشخصي شاركت في كام بطوله بس بعد الفاصل. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل نرجع نكمل كلامنا على ريشه الطائره واستعداداتهم لباريس 2024 ولكن بعد الفاصل.